السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدكة، والحديث عن الجولة الخامسة من دوري عمان تل للمحترفين اللي راح ينطلق إن شاء الله تعالى في يوم الغد بإقامة أربع مباريات، ويستكمل ويختتم كذلك أكيد يوم السبت بإقامة ثلاث مباريات. بداية أرحب بضيوفي الكرام هنا الرباعي كالعادة، هلال مخين وصالح البارحي، مساكم الله بالخير. يا أهلا وسهلا فيكم. طلال عمري وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. يا مرحبا بك. يمكن كلمة ضيوف هذه دائما أرددها، يمكن متعودين في برامج أخرى، لكنكم أكيد أعضاء في برنامج الدكة. إذن إن شاء الله تعالى في يوم الغد بداية انطلاق الجولة الخامسة من دوري عمان تل للمحترفين بعد فترة توقف بسبب أيام الفيفا، والمباراتين اللي خاضهم منتخبنا الوطني أمام كوستاريكا واللي انتهت لمصلحة فريق منتخب كوستاريكا 4-3 قبل أن تأتي المواجهة الثانية مع سابع منتخبات العالم حسب تصنيف الفيفا منتخب الأورجواي، والمباراة اللي انتهت 3-0 هناك في المجمع البريمي. نستذكر معا جدول ترتيب أندية دوري عمان تل للمحترفين بعد نهاية أربع جولات ومواصلة أكيد التنافس والإثارة في دورينا. إذن فنجة دائما في المقدمة في المركز الأول بعشر نقاط، بعد ذلك نادي ظفار في المركز الثاني بثمان نقاط، النهضة ثالثا بسبع نقاط وهو نفس رصيد الشباب الرابع، والنصر الخامس، وصور أيضا صاحب المركز السادس بسبع نقاط، وبعدهم مباشرة يأتي نادي صحم في المركز السابع برصيد ست نقاط. بنفس الرصيد نادي العروبة في المركز الثامن بست نقاط، وبعد ذلك المصنعة تاسعا بخمس نقاط، في المركز العاشر الخابورة بأربع نقاط، بوشر في المركز الحادي عشر بأربع نقاط أيضا، السويق في المركز الثاني عشر بثلاث نقاط، صحار في المركز الثالث عشر بنقطتين، أما السيب يملك نقطة يتيمة في المركز الرابع عشر. مباريات الغد إن شاء الله راح نشاهد ثلاث مباريات بشكل مباشر عبر قناة عمان الرياضية وعبر قناة عمان مباشر. قمة الجولة فنجة يستضيف العروبة في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر الساعة 4:50 المباراة عبر قناة عمان الرياضية. النهضة يستضيف بوشر في مجمع البريمي، المباراة لن تكون مصورة. المباراة الثالثة صور يستضيف نادي ظفار الساعة 7 المساء، المباراة تكون إن شاء الله تعالى مباشرة عبر قناة عمان الرياضية في المجمع الرياضي أكيد للمباراة بولاية صور. أما لقاء الشباب وصحار اللي راح يستضيف استاد السيب الرياضي الساعة 6:10 فراح يكون عبر قناة عمان مباشر. تستكمل مباريات يوم الجمعة بثلاث مواجهات، المصنعة أو يوم السبت عفوا، المصنعة مع الخابورة، وصحم راح يواجه النصر في لقاء الأزرقان، المباراتين راح يكونوا في المجمع الرياضي بولاية صحار. ولقاء الأصفران السويق يستضيف السيب في استاد السيب الرياضي. صالح في صحار والمباراتين الثانية في السيب، المصنع والخابر، نعم المصنع هو اللي يستضيف والسويق طبعا المباراتين، مثل ما ذكرنا مباراة السويق والسيب راح تكون عبر قناة عمان مباشر، أما صحم والنصر والمصنع والخابورة عبر قناة عمان الرياضي. راح نشاهد ست مباريات من إجمالي سبع مباريات في هذه الجولة. عموما يعني كما جرت العادة راح نتحدث بداية عن بعض المواضيع المتعلقة بدور عمان تل للمحترفين، وخلال هذا أو خلال هذا اليوم راح نتحدث عن إقالات المدربين وبعد ذلك فترة التوقف. أربعة مدربين أو خلينا نقول خمسة بإضافة كريسو المدرب البوسني اللي أقال العروبة قبل بداية الدوري، يعني كانوا ضحايا الأربع جولات، أربع مدربين ربما يعني تمت إقالتهم، فيما المدرب الخامس فهد العريمي تقدم باعتذار عن تكملة المشوار مع الفريق العرباوي. هلال نبدأ الحديث معك عن إقالات المدربين وأسباب ذلك، أربع جولات بأربع إقالات بمعدل المدرب في كل جولة، والقادم أكيد أكثر وأكثر. بداية مساء الخير أبو تركي، مساء الخير للأخوة الحضور
السادة المشاهدين. صراحة هو أنا أشوفه عامل مشترك متسبب فيه الأندية، ونفس الشيء بعض المدربين للأسف ما قدروا إنهم يقنعوا الجماهير أو يقنعوا إدارات الأندية وحتى اللاعبين بعطائهم يعني أثناء المباريات. يعني تحصل المدربين بعض المرات يرتكبوا أخطاء على حسب ما نشوف، فهناك ما يعطيك مؤشر للإداري أنه ممكن تصبر عليه أو تعطيه فرصة تلو الأخرى، لا بالعكس. يعني فأنا أشوف وجهة نظري أن عامل مشترك، يعني لأنه الإدارات دائما لما تتعاقد مع المدربين يعني انت لازم تشوف احتياجات فريقك اول، وايش المدرب اللي يناسبك، ومن اي مدرسه اللي يناسب امكانيات لاعبينك، ولكن هذا غايب مع ادارات الانديه. هي تتعاقد على هواها والتعاقد، وهناك اكيد في عوامل تحد هذا الشيء بحكم سعر المدرب وما شابه وامور كثيره. فدائما يعني يجب ان تكون هناك في نظره بالنسبه للمدرب اللي يعتمد على امكانيات الفريق، فكل ما كانت هناك في نظره فنيه من الاداره على اساس انه يقدر يوظف المجموعه اللي عنده ويعطيهم نتائج ايجابيه. في المقابل نفس الشيء بالنسبه لبعض المدربين، صراحه انا اشوف وجهه نظري، يعني على سبيل المثال يعني الكابتن عدنان خلينا نقول مدرب نادي اصحار، نعم يعني هو خذ مرحله اعداد، خذ معسكرات، الاداره وقفت معه، صحيح هناك فيها فوات ولكن هذه اي نادي معرض لها خاصه في الجوانب الماليه وما شابه، ولكن قدرت الاداره تتدخل وتحل كثير من الامور، ولكن ما في مؤشر للأفضل. راهن على هل يملك الأدوات لتحقيق الأفضل، هذا الأفضل اللي تتحدث عنه؟ والله شوف يعني لو جينا بين أصحار الموسم اللي فات وأصحار الموسم الحالي، يعني صحيح هناك في كذا لاعب انتقلوا من الفريق، ولكن ما أعتقد أنهم مؤثرين يعني على المجموعة بشكل. أنت تحدث عن حازم جودة أكثر من مرة ومردكيان، هذا اللي أنا جايك فيه، لأن هو كمدرب أنا هذا اللي أريد أجيك فيه. هو راهن على لاعبين، اللاعبين هذولي ما خدموا الفريق بالصورة اللي كان المفروض يكونوا أفضل من حازم ومن مردكيان اللي انتقل لنادي آخر، من لاعب البوسني نفس الشيء المدافع. اللاعبين حتى الان ما يعني ما اعطوا المؤشر الصح. هناك نفس الشيء في لاعبين يعني مواطنين انتقلوا من ضمنهم علي البوسعيدي، ولكن كنادي اصحار يعني في خامات لاعبين، في خامه لاعبين موهوبين، عنده مسانده جماهيريه، يعني في عوامل شويه تنجحك، يعني فئات سنيه، نعم يعني في عوامل تنجحك انت كمدرب، ولكن للاسف يعني ما لاحظنا ان في على الاقل نفس المستوى اللي قدمه نهايه الموسم اللي فات الفريق اللي ثبت عليه، لا شفنا هناك في تراجع، في خسائر، في كثير من الامور، طلعت بعض الاغاويل، مردود اللاعبين الاجانب يعني ما كان بالصوره صراحه تنتظرها كجماهير نادي اصحار او حتى المتابعين. ممكن يريدوا مزيد من الوقت لانه اللاعب يريد لفتره لين يتاقلم، ولكن دائما اللاعب المميز بعض المرات يكون حتى لو ما يكمل المباراه ولكن يكون حاضر من خلال اشياء يعمل لك فارق في المباراه حتى لو في خلال شوط. فهذا الشيء احنا ما لاحظنا. نفس الشيء بالنسبة للمدرب العروبة، أنا أكلمك خاض مرحلة إعداد ولعب أكثر من 9 مباريات الفريق كريسو. نعم كريسو، ولكن كان غير مقنع بالنسبة لإدارة العروبة، اتخذت قرارها في مرحلة الإعداد. المدرب يجب أنك أنت تراهن عليه لما يخوض مباريات، المدرب تقيمه في التدريب بالضبط، هذا المفروض أنك تأخذ أنت عليه يعني كتقييمك النهائي في مباريات الرسمية خاصة أنك أنت في، ولكن هناك يعني تشوف العروبة ممكن تعذر هذا الجانب، لان على حسب علمي هو يعني غير لاعبين المنتخب قالهم الفريق الموجود حاليا على حسب علمي انه فقط من 4 إلى 6 لاعبين اللي قدروا يلعبوا معي، يعني بقيه اللاعبين ما يقدروا يلعبوا في فريق الدرجه الاولى يعني في دور المحترفين. فهذا العمل نوعا ما تردد وعمل كيف تعذر المدرب انت؟ يعني أعذر الإدارة، يعني إذا كان المدرب يتكلمني بهذه الطريقة إن الفريق فيه 24 لاعب ويقول لي أنا 6 اللي أشوفهم يقدروا يلعبوا، فهنا يحطك في حيرة أنت كإدارة من بدايتك كذا يقول يعني. نعم يحطك في حيرة كإدارة، فما تقدر إنك تجازف معه بعض المرات. هذه من ضمن الأشياء بالنسبة نفس. ليش ما يكون هو صحيح نظرته صحيحة؟ نظرته صحيح. طيب نظرته صحيح، هو ماخذ مثلا مرحله الاعداد من البدايه. أيوه. انت ليش قبل انطلاقه الدوري ولا بعد ما شفت المباريات التجريبيه قلت هذا الكلام؟ ليش ما تقوله من الاساس طالما ان نظرتك صايبه؟ بعد ما دخل المباريات التجريبيه شاف مستوى اللاعبين وقيمهم وقال لك انا بصريح العباره انا يعني ما اريد اكرر السيناريو اللي كان مع نادي مقيس الموسم الماضي كريسو. صحيح اسم كبير يعني. صحيح لكن ولكن شوف من وجهه نظره بالاضافه لاعبين المنتخب لا بدونهم لا بدون لاعبين يعني المنتخب بالاضافه لاعبين المنتخب أيوة. ايوه من ضمنهم يعني أيوة. يعني هذول 6 لا 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 بخلاف لاعبين المنتخب ايوه يعني لاعبين المنتخب خليهم على جانب والسته أيوة. هذيلا أيوة. من الاسماء
صحيح. اللي موجودين معه. طيب خلينا نحسب من المجموع اللي هو ميريته، يعني انت بتحصل فريق غير لاعبين المنتخب، فريق كامل في العروب. نعم صحيح. بتحصل وتقدر تشتغل عليهم لو نعم. انت جازفت لعبت دربت، يعني مع الاحترام للاخو في نادي مقيس، انت دربت نادي مقيس نعم. برغم انه تعرف صاعد حديث وظروف. وتعرف الظروف صحيح. والمغومات غير موجوده نعم. ولكن ما قدرت اليوم انت تقول هاي الكلام. بالنسبه اللي خلينا نجي خطوه خطوه ممكن كيف يقول ترى قال ريال قال وجهه نظره، قال لك انا الاسماء الموجوده حاليا معي اللي بعد من واقع موجوده معه فتره مثلا الاعداد أيوة. اشوف سته ممكن يمشوا معي في دور المحترفين الى جانب اللاعبين اللي جايبين المنتخب. طيب ريال كان صريح يعني لو لحظه ابو محمد لو كان كريسو يريد يواصل مع عند العروب ما تكلم هالكلام، يقول لك انا خلاص نمشي، لكن ريال كان صريح من البدايه. ليش انا ادخل بنفسي نار الموسم الماضي مع نادي مقيس واستمر مع نادي مقيس وما تكلم الرجل، ما قال ان هذا الفريق واو الى اخره، استمر مع الفريق وفي النهايه شفنا 6-0 شفنا 4-0 شفنا 4-1 نادي مقيس وين؟ طيب بس واقعي انا جاي انا جاي على مستوى دورينا هو لا 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 في نقطة لحظة الاسماء اللي مرت على تشكيلة العروبة 4 مباريات كم لاعب تغير منها؟ مش هي نفس الاسماء؟ لا نفس الاسماء. كم لاعب تغير؟ مره ابراهيم زدجالي يلعب، مره يلعب ايمن. طيب احسبهم كم؟ مره راشد قبل ان يصاب ايضا. زين كم لاعب ابو تركي؟ كم لاعب؟ يمكن اللي مروا على تشكيله العروبة الاربع مباريات ما في ذاك يعني التغيير الكبير، كل نفس الاسماء تتكرر. 18 لاعب يغيب راشد يطلع ابراهيم سبيت، يغيب ابراهيم سبيت يطلع احمد مشعل، بس هي الاسماء المعروفه. وهذا الكلام ذكرناه الموسم الماضي، العروبه النادي الوحيد اللي ما شاهدناه للاعب شاب او ما شاهدنا من خلال تشكيله العروبه لاعب جديد، هم نفس الاسماء نفسها. انا عندك في هذا الجانب ابو عبد الله، انا عندك في هذا الجانب الاسماء يعني ما ولكن اذا جاك المدرب الحين لو اعطاك خيار انت كمدرب كريسو وقال لك انا مثلا من الاولمبي اريد اصعد 6 او 3 بتعطيه العذر طبعا. ولكن لما يقول لك الاولمبي الشباب الفريق هذا ما فيه غير 4 لاعبين، اذا انت كيف تعمل كاداره؟ هو شاف يحطك تحت. لا خلينا اكمل الجزئيه بعد اكمل الجزئيه الان. لما 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 تتكلم عن العروب مثلا على سبيل المثال وعن كريستو تحديدا، طيب انت لعبت اكثر مباريات وعندك لاعبين المنتخب مع الستة اللي انت تقول يقدروا يلعبوا معي، وعندك 5 من المنتخب 11 وما قدرت تحقق نتيجه مع درجه اولى مع فرق درجه اولى وانت مرحله اعداد ماسك 3 شهور، هني اشكاليه لازم تعمل ربك. انا يعني اقول لك بامانه فرق كان واضح وقالها. لا واضح، بس ما بشرط ان يكون صح ابو عبد الله، ما بشرط يكون صح. انا ما شرط انا كاداره لي حسابات. طيب فهد العريمي ايش ما كمل مع العروبه؟ ما كمل مع العروبه حاجه، امر ثاني. خلينا نجي خطوه خطوه خلينا نجي خطوه خطوه. وجهه نظري انا اقول لك فهد خطأ، يعني ارتكب خطأ لما مسك العروب، ويمكن احنا تكلمنا هذا الكلام. ليش ارتكب؟ انا بقول لك والعروب ارتكب خطأ ان خلف فهد خطأ مشترك. انا في وجهة نظري يعني يعذروني الاخوة. شوف لما يجي العروبة وعنده تقريبا 5 إلى 6 لاعبين عنده كانو عنده الاسماء المعروفة تدرجت على مستوى منتخبات، مش تغليل من الكابتن فهد او تغليل من الاخرين او من المدربين الثانيين، لا حشي يعني. ولكن انا اقيس هذا الشيء على نفسي انا كمدرب مثلا على سبيل المثال. اليوم انا ايش بضيف الكانو كمدرب؟ انا اسالك سؤال، ايش بضيف الكانو كمدرب؟ خلينا نكون صريحين ونكون واقعيين. شيء مدرب يعني هل كل مدرب لازم لحظة لا في مدرب يصنع فريق في فريق يصنع مدرب. لا انا الحين بعطيك مثال يعني الحين مثلا عندك ميسي او رونالدو لما تجيب مدرب لازم بيضيف لهم شيء. لا 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 هذا مثال. لا ابو محمد يعني لحظة ما تفرق يا ابو محمد يعني كذا. لا اذا مدرب يجيب ريال مدريد يعني كذا يعني ايوه يضيف له مدرب ما يجيب يعني كذا انت يعني ان امكانيات واذا عند احمد حسن واذا ان امكانيات اقل من مستوى اللاعبين. نعم اوكي هذه نقطه. انا اقول لك هذه نقطه على وجهه نظري. انا هذه وجهه نظري. انت ممكن اللي مطلع ذي اللاعبين في المراحل شوف, شوف شوف انا على اساس نكون واضحين ونكون نتكلم بصراحه بدون دخول، واتمنى ان من كل الاخوه سواء فهد سواء اداره العروبه ياخذوا الامر بحسن نيه. ما نقعد نتحسس من بعض الاشياء. لا ما في تحسس. ما نقعد نتحسس من بعض الاشياء. انا لما اتكلم كلام هذه قناعتي وانا اشوف انه كذا. اليوم مش تغليل من الكابتن فهد، الكابتن فهد تشهد له انجازات. حصل فريق مع فنجا وقدر يعمل فيه نتائج، حصل فريق مع الشباب وقدر يعمل نتائج، حصل سابقا فريق
ليش ابو فيصل ما حصل فيه مع الشباب؟ خليه يكمل ما حصل فيه مع الشباب. كمل المرحله وقدر يطلع منها زمته. ايوه بس ما حصل فيه جاهز كمهندس. بس قدر يطلع منها زمته. خلينا بعد ما نهضم حقوق الناس. لا في الجوله الاخيره ابو حمد. ها؟ في الجوله الاخيره. في الجوله الاخيره ساعة الجوله الاخيره الفرق الاخرى. حسب المعادله اللي قلتها قبل شويه. لحظه. شوف انا بقول لك. عندي حق سؤال. تفضل. يعني الحين فيليب مدرب الاولمبي السابق بيضيف حق الحركان وحال حسن ظفر؟ شوف انت ما تقدر تراهن 100% لكنه هو معرض لحظه هو معرض للنجاح ومعرض نفس الشيء انه ما يكون سيء. احنا نعرف ايش اشكاليه فيليب كانت لما كان مع المنتخب وكلكم تعرفوا مش قدراته الفنيه قدرات الشخصيه. هو سلم الامر لوجوين وهذا كله معروف في الوسط الرياضي. هو سلم الامر لوجوين هو اللي دخل بين الشوطين كثير من اللي في الامر محمد فهد يملك شخصيه قويه وفرض نظام وبعد لاعبين اساسيين حتى في فهد. انا اقول لك تدارك الوضع لما اعتذر تدارك الوضع بس من الاساس فهد غلط انه يمسك لانه هو عارف انت لما مسكت الفريق كابتن فهد لما مسكت العروبه ما بعرف قدرات اللاعبين العروبه ما انت كانوا عندك في المراحل السنيه ولكن تختلف عطاءات اللاعبين. عطاءات اللاعبين من مرحله لمرحله تختلف. اليوم لاعبين العروبه مع الاحترام لهم اليوم في المرحله اللي هي تقدر تقول الاخيره او قبل الاخيره بعض اللاعبين العروبه يعني خاصه الدوليين خلينا نتكلم بواقع ونتكلم بصراحه. صحيح ولا المدرب اللي لازم يضيف انت تقول ليش بيضيف حلكانه ما شرط هذا مقانون. ترى بعض المرات بعض المدرب انت حتى ما بشرط انك تضيف له لكن اللاعب يقتنع ان هذا مدرب يقتنع ان هذا مدرب رايح يضيف للشيء الكثير. شوف انت تجيب مدرب مواطن اليوم وهذه تلقاها كميزه فينا احنا طبعنا يعني طبع لا 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 ما ميزة. تقدر تقول عيب عيب يعني تقدر تقول لا عيب حش 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 المشاهد يعني مش طيب نلطفها شوي. طيب لما تجيب مدرب اوروبي احترامه من الاداره واحد احترامه من الجماهير اثنين صح. احترامه من اللاعبين ثلاثه. تجيب مدرب مواطن اللاعب ما يحترم مع الاحترام للاخوه كلهم الاداره ما تحترمه تمشي كلامه وتدخل حتى مزمار الحيلة. لا سامحوني طيب. لا 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 سامحوني سامحوني المدرب الاجنبي مصبح هاشي المسك السويق والكل احترمه واللاعب احترمه في البطولات ورشيد جابر ورشيد جابر مسك انديه محليه وجاب الكل. انا ما اقول لك المدرب الوطني انا ما عمم على اساس فهد نفسه فهد صعد الوحده من الدرجه الاولى يعني هذا القياس بول لوكوين اليوم كله اوت اوت جو اوت ما يعني ما ايش الكلام هذا يا ابو حمد شلون يعني وجهه نظرك هذه بصراحه ما تتفق ما اتفق معه اكيد انا لا بالعكس ابو حمد والله المدرب الوطني انا اقول لك شوي شوف ابو صقر اذا ما تتفق معي ايش راح يعني حقيقه لا 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 ابو تركي لا تقول لي لازم يضيف حلكانو. انا اقول لك لازم يضيف الكانو. اذا وقف كانو على نفس المستوى يعني اليوم لوجوين اذا ما يضيف له شيء جديد ايش بيعطي كانو مثلا ما اذا ما تضيف لي انت شيء جديد على زين تعال ابو حمد قبل شوي تقول لاعبين العروب الحاليين في المراحل من الاخير كيف يضيف لهم ايش يضيف لهم كيف ايش يضيف لهم ليش يضيف لهم ما دام اللاعب واصل المرحله الاخيره من عمره الفكر انت هذا اللاعب اليوم عنده خبره يعني اللاعب واصل اللاعب عنده خبره يا ابو حمد ما يريد له فكر لاعب يت مباراه دوليه احنا يضيف له كيف عيل خليه يلعب بدون مدرب لا احط المسببات للمشاهد انه ليش ما يتفق المسببات كل هذا ومو بس انا يعني انت تقول الان انت لا تقول لي بس مو انا انت اعطي المسببات للمشاهد ما تعطيني لا تدخل لا تقول لوجوين رد على رايه خلينا نتكلم هو قاد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم نحيي على كل الجمهور ومساء الخير طبعا الحين ما بديت انا فاولا لا تقول لي لا تدخل لوجوين ما هو لا لا تدخل لوجوين هو كان الموضوع تكلم عن لا تكلم هي تقول قول تفضل ايش الموضوع تبي تدخل لوجوين مع فيليب قال اذا مدرب اجنبي العالم كله تحترمه أيوة. ما اعرف ايش واذا مدرب مواطن او ما اعرف العربي زين وين تحطه يا ابو حمد يعني العربي مع الاجنبي ولا مع العربي انا 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 انا, أنا ما اشتغلت معاه يمكن انت اشتغلت معاه او شيء وغريب العربي مع مين ممكن تحط انت اريد اعرف يعني العربي ما يعني العربي اكثر مدرب مهمش
اذا تبغى كلام الحق المدرب العربي اكثر مدرب مهمش زين ما من جي... الادارات ها ما جينا عبد الرزاق خيري الرجل نجاح ليش ما كمل زين ليش ما كمل طالب عنده متطلبات مالية الناصري جاي نايل برغل ليش ما كمل يعني اسماء كثير حسن اشحاته يعني اسماء كثيره ما اريد اسرد الان فالقضيه بما فيها مو هكذا تقاس الامور انا اتكلم على نادي العروبه من البدايه ردت اتدخل فعلا هناك خلل مو من المدربين ولا كيف كريستو انت بالمباريات التجريبيه وهو مدرب نعرف السيره الذاتيه مالته مدرب منتخب البحرين وغيره من المنتخبات ويجي درب مجيس طبعا ما نجح مو شرط انه مدرب يمكن قلناها وقالوها زملاء ما حصل مقومات في مجيس يا اخي كريستو راح يدرب الرفاع وصل نهائي زين فكثير من المدربين ما نجحوا مو معناها هم فاشلين مدربين عالميين العوامل فاندرلين اجى مو ايش قد بقى مع ظفار نعم ها صحيح وغيره من الاسماء كبيره جتي بصراحه فالقضيه بما فيها انه انت من يجين يعني مدربين واحد بمرحله الاعداد وقال لهم هذه الاسباب انا ما اقدر لانه عندي هذه الاسباب والمقومات واللاعبين وراح نعم وقبله واستقالته اجى وراه الكابتن فهد وهو يقول لك اهل مكه ادرى بشعابه والرجال يعرف كل خبايا الامور بالعروبه وهم يعرفوا وايضا اجى اول ما اجى قال انتم لا تحاسبوني بالبدايه لان انا ما يعني نتذكر الكلام نعم بعد ثلاثة والاعداد وما اعرف ايش وانا ما معاهم وما دربت لعيبه المنتخب الى ان انضموا للفريق وصارت النتائج نعرفها بغض النظر عن مركز الفريق الان بالثامن والفاز خسر مرتين وفاز مرتين ايضا راح الان اجى فيليب انا اعتقد وجهه نظر وهذا يعني ما استبق الموضوع ربما يعني حتى فيليب احنا حنشوف مؤشرات انه بعدين انه فيليب احنا نعرفه يعني نعرف كل شيء عنه من خلال المنتخب الاولمبي ماذا فعل فيليب وكيف ايضا الجماهير طالبت باقصائه هذا شيء معروف وكان هناك تدخلات من بول لغون في عمله ونتذكر البطوله تحت 23 سنه اللي صارت في مسقط اذا هناك خلل انا حسب ما اشوفه ليس في المدربين هذا اجنبي وهذا مواطن والان اجى هذا الاجنبي وحتى لو يجي يعني هناك مشكله انا ما اريد اتكلم فيها ايش يعني ايش المشكله ما اعرف يعني ليش لا لا ليش بده يكملون على بدايه الدوري احنا وصلنا الاسبوع الخامس انا ما اتفق معك على اي اساس اعطيني مسببات لانك انت ما اتفقت يعني ليش هذول يعني لا هيثم هيثم انت تقول في مشكله بس انا ما اريد اتكلم عنها ليش ما تتكلم لا هي ايش المشكله ما يعرف المشكله هو هل انت عارف في مشكله أكيد في مشكلة من يجيك مدرب بالإعداد ويروح أجنبي ويجيك مدرب مواطن ويروح ويقدم استقالته والآن إجى هذا المدرب وإحنا ما نريد نحكم عليه الآن مشكلة الآن بعد في الإدارة مثلا في الإدارة ما أعرف أنا يعني ليش هذول المدربين وإحنا بعدنا بالأسبوع الخامس ودائما نطالب الاستقرار الفني والاستقرار على الجهاز الفني من مصلحة الفرق وأي واحد يجي ده يشكي يعني ماكو جاك المدرب الأجنبي وذكرنا كريسو بعدين جاء كابتن فهد وهمين قال هناك مشاكل عندي ما أعرف إيش نقص في خط ما عندي لاعبين مهاجمين الوسط ما أعرف الدفاع يعني هناك مشاكل رغم الأسماء الموجودة يعني هي مو بالأسماء الفرق يعني والدليل على ذلك فرق في الموسم الماضي كان عنده تخمه من اللاعبين وما سووا شيء والموسم قبل الماضي ما اريد اشير لها المعروفه الفرق هذه طيب فهناك اكيد شيء ما يعني انا اتمنى انه يتم يعني ليش يصير هذا الشيء لا ما في شيء ما غنعتني ها انت قلت من ساعه انا يعني مدربين بعدنا ما وصلين الاسبوع الخامس لا انا اقول لك هو ويعتذرون واحد بالمرحله غير المدربين من الاداره أنا أقدر أجاوبه أنا ما أعرف أنا أقدر أقول لك في مشكلة أكيد عين كيف يعني إذا ما أعرف في مشكلة إذا نطرحها إحنا نعرف طيب ليش هذا طلع؟ ليش هذا طلع؟ ليش هذا يجي؟ واضح من كلامه أن الإدارة الإدارة أيوة الإدارة إذا ما تأخر في أي حاجة أي عمل يخص الفريق ما تأخر؟ ما تأخر في أي حاجة لحظة نسيت أنت إيش قلت قبل شوية؟ إيش قلت؟ قلت الإدارة أخطأت بالتعاقد مع فهد وفهد أخطأ بالتعاقد مع النادي أنا قلت لك إيش المسببات؟ معناك أنك حللت الإدارة لا 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 شوف لا 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 ما قلت هالكلام؟ أنا قلت هالكلام لكن مزيد. أنت فهمت إيش اللي أنا أقصده؟ لحظة أنا أقصده إن ما في توافق بين الطرفين على أساس إن إيش؟ أنت عندك اليوم فريق يا أخي على أساس ما ندخل في 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 متاهات في هذا الموضوع لأن هني الناس المشكلة لما تتكلم عن عمل التحسس والصراحه ما تعجب لا 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 انا ما دام انك في البرنامج لا انا اقول لك ما دام موجود في البرنامج تكلم بصراحه من خلال تجربه اعرفه هذا حتى على مستوى المنتخب لا 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 لا, لا, لا حتى على مستوى المنتخب يعني بتجامل واصبحت حتى لا لا ما جامل حشوه اذا كيف تقول ما صار بصراحه رقبتي انا ما جامل اذا تكلم بالصراحه اذا اتكلم بالصراحه انا من الحين وقبل خلاص أنا لا تقول انا ما بتكلم ولا عم بيزعلون لكن انا اقول لك ما في توافق بين الطرفين بين الاداره فهد
لا قلت لك فهد اخطأ يوم مسك العروبة. فهد اخطأ كيف ما في توافق اللاعبين بقناعة؟ كيف ما في اذا قناعتهم هم في نفس انا لي نظرة، انا اشوف النظرة اللي عندي انه لاعبين في مغومات، في استقرار اداري، في استقرار مالي، في امور، في متابعين، في 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 في, في دعم غير محدود. طيب. وفي نفس الوقت ما في نتيجة. نريد نتكلم على المعايير صالح، تكلمنا عنها بس قبل عن كذا طلال، البيان اللي اصدره نادي صحار بإقالة شعيبات قال يعني حتى ذكر وان إقالة المدربين ظاهرة صحية، ان ذكرت هذه الكلمة في البيان، هل تتفق مع البيان اللي اصدره نادي صحار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء امسي للجميع، بديت الحلقه حقيقه يعني كثير جيده، بس انا ساخنه ايه وايد ممتازه بصراحه. حيبك انت بعد ما داخل بعد ما داخل لا ما في داخل البركه فيكم. لكن انا قبل ان اروح للصحار في ليك اكثر من تعقيب على الاخ ابو محمد. حقيقه في ابو محمد في بعض الجوانب في يعني ما احس ان انت اول شيء مدرب وعندك الخبره في هذا الجانب. عندما تقيم المدرب قيمه من وجهة نظرك أنت كمدرب، من وجهة نظرك أنت تعاملت مع إدارات، صح ولا؟ بالضبط. عندما تكلم أنه والله إذا موضوع نادي العروبة مدرب في مرحلة الإعداد كريسو صح ولا؟ طيب. وتكلم أنه الخمسة لاعبين أو ستة لاعبين هم يصبحوا للمنتخب، أي عفوا للفريق بالإضافة للاعبين المنتخب ومرحلة الإعداد وجيل الإدارة ثقيلة، قد في امور احنا يوم نتكلم لابد نتكلم بناء على معطيات وفرضيات نسمعها من اطراف معينه. كريسو ما سمعنا ليش استقال، والاخوان في اداره العروبه ما سمعنا ايش وجهه نظرهم في استقاله كريسو. الجانب الاخر عندما تولى فهد العريمي تكلم انه والله ابن النادي وعنده الخبره وعنده كذا، وانه يتعامل وطلع مجموعه من اللاعبين المنتخب وهو مكتشفينهم وكذا والآخر. الان نقول والله لا ان المدرب يعني ما عنده اضافه حق احمد كانو وما عنده اضافه حق لاعبين المنتخب. اذا في هذا امر خطير جدا وممكن ناخذ هاي حلقات وكلام كثير عنه. احنا ما نركز كل على العروبه، لا 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 في قبل شو اسمه. الشيء الثاني عندما نتكلم عن انه المقدمات، عندما نتكلم في البدايه انه كذا وكذا وبعدين عندما قال لا والله امكانياته والمدرب العماني المدرب الوطني ضعيف والمدرب كذا والاخر. اذا احنا بصراحه رؤيتنا بسيطه ومحدوده، لابد ان نكون في واقع. اول واحد رؤيتنا من تركي، رؤيتنا كلنا تركي، كلنا احنا كلنا احنا الان وانا واحد منكم بعقب عليه بعد وانا واحد منكم. احنا عندما نتكلم الحين عن موضوع إقالة المدربين لابد ناخذها بصورة عامة، صح ولا ما ندخل في جزئياتها. متى ما دخلنا في جزئياتها متى ما عرفنا الرأي من قبل إدارات الأندية. انا اتمنى الان نسمع رأي الاخوان في إدارة نادي العروبة، نسمع رأي من الاخوة من نادي السيب، نسمع رأي من الاخوة من نادي صحار وصحم، اربعه انديه. نسيب اعطاك راي، نسيب اعطاك راي مباشره قبل الحلقه. هي قبل أيوه. لا هي ما هي شوف عندما صحم تكلم عن نسيب الفريق، شوف ابو تركي وصحار وضحوا خلص بيانهم. تخلص الحلقه في حلقات قادمه. انت عندما تطرح موضوع تريد هذا طرح الموضوع بناء على ايش؟ صحار في بيانهم وضحوا. انت اذا تتكلم عن موضوع بيان صحار، المدرب الوحيد بين المدربين المقالين اللي هو عنده استقرار نادي صحار من العام الماضي وشدنا فيه. عدنان شعيبات تعامل مع الفريق، وعدنان شعيبات كان عنده الفكر الجيد، وعدنان شعيبات تغلب على كل الظروف، وعدنان شعيبات الان طلع عدنان شعيبات كل شيء ماكو طلع طلع عدنان شعيبات انه والله اقيل بناء على الاخوان في اداره نادي صحار انه طلعوا بيان وتكلموا. هم من حقهم يختاروا الكلام اللي يريدوه، لكن احنا لو جينا تكلمنا عن واقع اكثر مدرب اخذ الفرصه واستقرار هو عدنان شعيبات، بس فقد عناصر طيب انا اسمع طيب هو فقد عناصره وما زال في النادي، منح شو اسمه اختيار البديل اليوم. ما لازم انا اتمسك بمردكيان، مردكيان لاعب محترف يرفع سعره، ما اتمسك انا بلاعب معين انديتنا وظروفه. لكن عندما انت تكون انا من بين المدربين الخمسه الان مقالين، انا اقول واكثر اكثر اكثر شو اسمه موضوع مدرب نادي صحار على اعتباره هو اكثر استقرار. فهد العريمي مسك الفريق كم؟ اربع مباريات مباراتين فوز ومباراتين خساره. كريسو ما وصل حتى عتبه الدوري. نادي السيب ثلاث مباريات واربع ثلاث مباريات واقيل، صح ولا لا؟
وتكلمنا حتى عندما تكلمنا عن عياردة مدرب نادي السيب تكلمنا حتى هويه الفريق عناصره وشرنا بصوره وصحن فوزين وهزيمتين مع مجموعه من النجوم وهو جاي بدري. فبالتالي احنا عندما نتكلم عن بين المدربين هنا لابد ان حتى نعرف نبني ارائنا بناء على وجهه نظر من اما احنا نتكلم بصوره عامه. انا اقول لك اياها بصوره عامه بين المدربين للاسف الشديد وخطا تتحملها ادارات الانديه لأن كرة القدم فيها ثلاث عناصر: الإدارة والجهاز الفني واللاعبين. خلي الجمهور عاد هو عنصر آخر لكن المخطط. طيب إذا كان الإدارة هي أساس اللي ترسم السياسة وتضع الطموح والأهداف للفريق صح ولا لا؟ تجيب من المدرب. تعال نشوف حن واقعنا. احنا ما نريد نتكلم عن نادي بعينه، نتكلم عن أغلبية الأندية. هل يتم هذا الإجراء؟ لا، أي اللاعبين قبل أي الإدارة تتسابق من شهر 5 أو من شهر 6 انتهى الدوري بعدها بيومين أو بعدها بأسبوع، تعاقد نادي الفلاني مع طلال، تعاقد مع كذا، تعاقد مع كذا، وآخر حلقة من المسلسل يتعاقد المدرب. فحنا الموضوع الآن لا أرمي على نادي معين بسين، أنا أتكلم عن وضعية كاملة. هذه المنظومة اللي قاعدة تحصل خطأ، لابد أن يصير فيها أخطاء، لابد أن يصير فيها. لأن أنت عندما تأتي بالمدرب وتتعرف الموسم القادم على نادي، خليني أضرب لك نادي المصنعة على أساس أنه قد يكون لا أحد يزعل، ما أريد أن أضرب على الأندية لأنه قد يكون يتحسسوا. ترجعون لسالفة يتحسس لا 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 اسمعني لا 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 ما أنا ما عاد شو اسمه ما أتكلم على أساس أنا أتكلم عن نادي المصنعة على اعتبار أني أضرب مثل عليه. زين، عندما تختار أنت كإدارة طموحك هذه الموسم انك والله توصل الى منصه التتويج ومحتاج الى كذا، اول ما تختار مدرب صح ولا لا؟ نعم. المدرب هو اللي يختار اللاعبين، لان اغلبيه المباريات الفريق العام الماضي كان منقوله، وكل نادي محتفظ بعدد اشرطه من المباريات، هذا واحد صح ولا لا؟ ومن ثم يختار اللاعبين الموجودين بالفريق، واللاعبين مثل ما قال صالح وهذا عنصر كثير مهم ولا غفلت عنه كثير من الانديه، هو موضوع الفريق الاولمبي. عندما المدرب ياتي ويحضر مباريات ويشاهد فريق اولمبي، لانه هو القاعده الاساسيه حق استمراريه الدوري، لان الدوري عندك 26 مباريات. فبالتالي احنا عندما 26 مباراه، فعندما احنا نتكلم عن موضوع الاساسيات احنا لا نتكلم عن موضوع اطار عام. فاقول انا بوجهه نظري اقول الادارات الانديه تتحمل كل هذه الاخفاقات. وكلمه ظاهره صحيه في شوف ظاهره صحيه هم ارادوا بطريقه هم انا ما يصح. أيوة هم صححوا كيف ما شاء تتفق مع شوف هي ترى احنا الان موضوع ظاهره صحيه تفنيش مدرب اصبحت ظاهره. انا اقول انا بما اننا امارس هذا العمل اقول ظاهره صحيه. انت قد يكون وجهه نظرك ما ظاهره صحيه، لكن احنا نقول دائما عندما تمنح انت تختار المدرب بقناعه، فريقك محتاج اليوم الى مدرب يكون بعناصر كذا، بيكون بصفات كذا، يكون بكذا بكذا. وحنا نسميه حتى ابو حمد والكل يعرف يقول لك مدرب. هل مدرب بطولات؟ هل مدرب بناء فريق؟ هل مدرب عنده الصبر على اساس انه يكون؟ هل مدرب اليوم يقدر هذه كلها اساسيات لعبة كرة القدم محتاجة هذه الامور. لكن عندما ناتي الى فريق انا اريد بطوله، اجيب مدرب اول اجيب لاعبين واجمع اللاعبين ومثل اقول تعال يا خالد شكين انت مدرب درب هذا الفريق، انت يوم دي تشوف تقول والله هذا اللاعبين انا محتاج الى طلال برا، محتاج اقول لك لا طلال هو اول واحد ممكن تلاعب منتخب بس ما تتناسب مع طريقه اللعب اللي العبها. فانا اقول بصوره عامه الكلام اللي قال ابو حمد حقيقه انا يعني عندي وجهه نظر في بعض الامور. عندما اتكلم عن مدرب ان نادي العروبه اخطا في تعاقد مع فهد، هالكلام ما سمعناه اول ما تعاقد يا ابو حمد. انت اول ما تعاقد النادي العروبه مع فهد كان ينبغي عليك تقول والله انا ما عقبت عني الموضوع. لا يفترض ان تعقب الان بعد ما طلع فهد. احنا انا اتمنى شوف. حتى الاخ فهد لان احنا اليوم احنا حاولنا بس للتوضيح شوف. نتواصل مع سعاده الشيخ رئيس نادي العروبه اتمنى نسمع الفارسي لكن أيوة اتمنى نسمع من الاخوان رؤساء الانديه وجهات نظرهم في اختيار في عمليه تفنيش المدربين. طيب نسمع لصالح. انا بالنسبه وما لهم اي نادي ولا أبري مسؤولية أي نادي بصراحة، على اعتبار أن الطريقة التي تتبعها كثير من الأندية ما أقول كلها كثير من الأندية محتاجة إلى إعادة نظر. المدرب أول ومن ثم اللاعبين. طيب صالح، هل هناك أسس ومعايير تتخذها إدارات الأندية في التعاقد مع المدربين؟ أول شيء خليني يعني قبل لو كان في أسس معايير ما كان كريسو عادلة إلى دورنا.
لو في اسس معايير وفيليب جاي فيليب هذا يا اخي خليني اتكلم يا صديقي لو في اسس معايير لا لا فيليب انا ما اريد انا فيليب درب منتخب ما درب نادي بس انا اقول لك لو في معايير واسس تستند عليها الانديه ما كان كريسو اللي تلقى مع مجيس الموسم الماضي هزائم يعني نتائج ثقيله يرجع لدورينا يعني بس هل هذه قاعده لا 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 يعني مدرب يمكن فشل تمام لا 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 ادوات نجاح طيب عنده ادوات نجاح قبل شوي يقول راح البحرين طيب بعد الجيش وصلنا أيوة طيب طيب صح. الحين نادي العروبه لما جاب كريسو مش عن قناعه عن قناعه اقال كريسو قناعه قبل لا يبدا الدوري وقبل لا استوى يقيم كريسو وقبل ابدا نعم فاقال كريسو كريسو ذكر ان بهذا الوضع او بهذا الفريق اللي عندي او بهذا المجموعه اللاعبين ما اقدر امشي مع الفريق الا بست لاعبين اللي ممكن يخدموني من الفريق نعم. حاليا رجل كان صريح انا يعني احيي بصراحه كريسو على هالي. في المقابل عماد الدين خان كان ما ذكر هالكلام ابدا واستمر مع صحم لحد ما تلقى الهزيمه ورا الهزيمه بعدها خرج لنا والله انا النادي صحم ما اعطاني المجال اشوف اللاعبين وهذا اللاعبين حتى ما اعرف مراكزهم والى اخره. فشوف يعني تعامل مع مدرب مع تعامل اخر. ابو تركي شوف انا اكثر فريقين الومهم بصراحه صحم والعروبه. نقدر نقول ستيب تجربه اولى للياردة كتدريب نادي. نعم هو كان مع ماتشلا ونعم شاهد الكره العمانيه لكن ما درب نادي محلي. نقدر نقول ستيب نوعا ما بعد النتائج الهزيم الثقيله استغناها كان منطقي لانه يريد يخرج الفريق من دائره الخسائر. نفس الشيء نادي صحاره اتفق مع ابو فيصل، نادي صحاره انت اتيت بعدنان شعيبات عن قناعه في الموسم الماضي. من فقد الفريق، من غاب الفريق، من موجود في الفريق هذا ما يخص المدرب، المدرب انت جبته عن قناعه ويعني وثق به لكن ما نجح مع الفريق وبالتالي انت تخرج لنا ببيان انه هذا المدرب وهذا يعني ظاهر صحيح قائد المدربين. اي بس كمعلومه يعني على اساس نعطي الاخوان في نادي الصحار حقهم. اللي عرفته انهم في نادي الصحار عطوا منحوا المدرب صلاحيه تعاقدات مع اللاعبين. طيب يعني تعاقدات مع اللاعبين. لا بس بامكانيات محدده. لا ايوه ما نكون مع الانديه ولا ضد الانديه ولا مع المدرب. لا لا خلينا نتكلم عن موضوع اليوم انا اعطيتك صلاحيات يا صالح تختار اللاعبين وفق هذه الامكانيات صح طيب. ولا أيوة. طيب انت اخترت يا صالح هذول اللاعبين وفق الامكانيات وما نجحوا أيوة. طيب من اللي اختار في فرق اليوم انت تختار انا ما يعينك عشان اكمل لك كنادي تختار أيوة. وفي فرق انه هو كمدرب يختار لسه. ايوه انا كيف عشان اقول لك ان هذا الناديين ما لهم لا علاقه بالتقدير الوم العروبه وصحم تحديدا اول شيء صحم تسابق في تعاقدات وتسابق يعني يمكن اول نادي تعاقد مع اللاعبين واعلن صفقات مدويه والجميع قال هذا الموسم صحم الى المنصه مثل ما قال ابو حمد العام الماضي مع نادي ظفار. اذا انت ما اعطيت مجال للمدرب انه يختار اللاعبين اللي يريدهم وفق امكانياته وفق يعني رؤيته من اللي بيخدمه في الملعب من البديل ابدا والدليل ان شكالك بعد كم مباراه قال لك انا ما عندي ظهير وما عندي بديل ظهير ايمن وما عندي شباب بديل ايسر وما عندي لاعب ارتكاز يعني ممكن اعتمد عليه ما عندي الريال نعم. فذكر لك في المقابل نادي العروبه مثل ما ذكرت لك انت عشان تحكم على كريسو كم مباراه اخذت وديه ومعي الانديه ابو حمد يمكن تاخر تسعه مو على ما اذكر مع اي انديه خاض نادي العروبه مع كامل ومع انديه الدرجه الاولى مع بوشهر مع الخابور مع احترامي الشديد نعم. للفرق اللي لاقاها نادي العروبه وقبل هذا كله العروبه تعاقد مع لاعبين يمكن المدرب ما رغبته او المدرب ما محتاج لهم او ما يعطون اللي يريده في الملعب وبالتالي رجل لكن ذكر. لكن تعاقد معهم اساسيين في المنتخب اساسيين في المنتخب يعني عيد الفارسي انت حد ما يبغى هذا عيد رجع خلينا نتكلم عن ابراهيم زدقالي خلينا نتكلم عن ازور خلينا نتكلم عن ايمن نتكلم عن احمد مشعل رجع منصور نتكلم عن الاسماء البقيه نعم. لما نتكلم عن نادي العروبه واسم نادي العروبه وتاريخ نادي العروبه والاسماء اللي خرجت نادي العروبه هل نادي العروبه كفريق اولمبي عاجز انه يرفض الفريق بلاعب لاعبين هذه مشكله الحين لما نتكلم عن العروبه ونقارن نادي السويق اللي خرج منه كل فريق نجد مصبح حاشل طلع لنا فريق جاهز وخسرت له مباريات نعم لكن كان فريق في الملعب وكان ممكن يمشي مع مرور وانا اقول لك اياها
فريق سويق بيمشي. بس فرق لا تقعد تقارن بينها. لا انا اقول لك في فريق جاهز. لا بس فعلا لا لا عروبة ما خرج. طيب يعني ليش ما اهتميت؟ انت ذكرت هذا يعني اخر موهبه العروبه قدمها اللي هو راي اربع مواسم يمشي بس ينافس. طيب بما صالح بما انك تذكر العروبه خلينا نتواصل مع الكابتن فهد العريمي مدرب نادي العروبه السابق اللي اعتذر طبعا في الجوله الماضيه. كابتن فهد رحب فيك، والحديث في بدايه الدكه اليوم عن اقالات المدربين، وانت من ضمن المدربين الخمسه اللي طبعا باعتذارك تركت تدريب نادي العروبه، ما هي الاسباب؟ مساء الخير ابو تركي، مساء عليكم ومساء على الاخوان. طبعا متابع حديثكم، انا دائما اتابع واتابع اراء الاخوان. نعم. والموجودين معك. طبعا شوف انا اتفق مع، خليني ابدا من وين انتهي صالح البارحي. نعم. يعني انا اتفق مع الشباب على ان اليوم النادي يفترض انك تحط اهداف، مثل ما ذكر ايضا طلال العامري، الاهداف لابد تكون محدد، ومن البدايه لابد ان يكون اولا المدرب موجود، وبعدين تجيب العناصر اللي محتاج لها انت، وتكمل احتياجات النادي حتى تكمل او حتى تقدر انك تحقق اهدافك للموسم. فانا طبعا انا عند الشباب، عند المجموعه، يعني في الراي اللي يقولوه او في الطرح اللي طرحوه الشباب، طبعا انا عندهم، يفترض ان تكون يعني منظومه عمل مكتمله من البدايه، ويفترض ان يكون مخطط لها من البدايه. فانا اعتقد ان اقاله المدربين هذا شيء غير صحي. يعني ما يخدم النادي، ولا يخدم اللاعبين، ولا يخدم حتى المنتخب اذا كان عندك موجودين لاعبين منتخب. فانا اعتقد يعني يمكن نادي العروبه، خلينا نتكلم عن نادي العروبه، نادي العروبه انا اعتقد انه هو يمكن، انا ما اقدر اقول مثلا استعجل في 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 في, في غاله كريسو، ولكن انا اعتقد ان كريسو ما اخذ الوقت الكافي. بمعنى يعني يفترض ان كريسو كان يكمل جوله جولتين ثلاث جولات اربع جولات حتى تظهر بصمته على الفريق. لكن هذا الشيء صار شيء مفاجئ، وطبعا القرار الاول والاخير هو اداره النادي. تم اغاله كريسو، ومن ثم اتفقوا معي على ان نمسك الفريق، لكن انا حتى اكون صريح عندك، انا ما وعدت حد بطوله، وما وعدت حد من البدايه صرحت، وانتم كلكم كنتوا تعرفوا. لان التصريح كان على ان انا ماسك فريق ما وعد بنتائج، اوعد بنتائج بعد اربع جولات تقريبا. وهذا الكلام كان موجود. انا كنت يعني افكر في حاجه واحده، بعد اربع جولات كنت معول على اللاعبين الاجانب. اللي هو في الشق الهجومي نادي العروبه كان فيه نقص في الهجوم، ما عنده مهاجمين، وكنا نعول على اللاعبين الاجانب على اساس ان يجوا لاعبين اجانب يعملوا الفارق ويعطوا الاضافه للفريق حتى تكتمل ثلاث الخطوط في الفريق. صحيح فريق العروبه في خط الخلفي وخط الوسط جيد، ولكن ما كان في لاعبين اجانب الا ممكن يحلوا مشكله الهجوم. فاتفقنا على هذا الشيء. المهم مباراه صحم، انت شفت مباراه صحم، خسرنا احنا بالثلاثه، ولكن حققنا بعده يعني نتائج ايجابيه، فزنا على المصنعه وفزنا على السويق. اللي صار في مباراه النهضه الاخيره، الدروب في العشرين دقيقه اللي صار للفريق، حتى انا لحد الان يعني ما عندي تفسير ايش اللي صار في العشرين دقيقه في المباراه لحد الان، لان الفريق كان ماشي بطريقه جيده، سجلنا هدف وكان باقي 20 دقيقه، والفريق مطلوب منه لاعب يعني في فريق النهضه كان ناقص، ويفترض ان احنا نكون اقوى، ويفترض ان احنا نسجل اهداف. ولكن اللي صار في كره القدم يصير هذا الشيء، خسرنا بنتيجه 2-1. من بعد يعني نادي العروبه، قبل ان اكون مدرب في نادي العروبه، نادي العروبه بيتي. نعم. ابو تركي. ولما جو الشباب وقالوا احنا ما عدنا فرصه، وتم اقاله المدرب، والان ما عدنا حل الا انك انت تكون موجود في الفريق، انا رحبت بالفكره ورحت النادي العروبه. طيب ليش اعتذرت فهد اخوي على السناخ، ندخل يعني نختصر شويه الموضوع، ليش اعتذرت عن تكمله تدريب بنادي العروبه؟ طيب انا اقول لك ليش اعتذرت على ان انا رايح نادي العروبه، عندي تقريبا 22 لاعب في كره القدم، لابد يكون عندك 22 23 لاعب ويكونوا متواجدين. لان انت تعرف ابو تركي، يعني من جوله لجوله لابد انك انت تحضر الفريق في الاسبوع من خلال التدريبات، يعني تحضير جيد للفريق اللي ممكن تلعب معه في الجوله الجايه. فمعناه انك انت محتاج تواجد اللاعبين طول الاسبوع متواجدين معه. انا عشان اكون صريح عندك، انا بامانه يعني عانيت، لاعبين المنتخب موجودين في المنتخب خمسة لاعبين، أربعة أو خمسة لاعبين موجودين في مصر اللي هم يداوموا في مصر. أنا أدرب تقريبا سبعة أو ثمانية لاعبين، يعني من الصعب إنك أنت يعني تستمر. يعني شوف هذا طول الموسم بيستمر مع نادي العروبة. ليش؟ لأن لاعبين المنتخب بيستمروا في الغياب، طبعا الأولوية للمنتخب، دائما بيكونوا ملتحقين بالمنتخب، جايت لهم بطوله الخليج، جايت لهم نهائيات اسيا. نعم. لكن فهد، يعني فهد انت خبير بالكره وادرى بحال الانديه، معظم الانديه تعاني من نفس هذه الظروف اللي ذكرتها، ما عدا ربما يعني نادي او ناديين فقط. صحيح ابو تركي، انا اتفق معك. يعني انا خلني بس عشان اقول لك نقطه نقطه. اول نقطه الاولى اللي ذكرت لك اياها، اني يكون عندي نقص حتى ما اقدر، يعني حتى ما اقدر اعمل تخسينه. نعم. عشان اكون صريح عندك، ما تقدر تسوي ترتيب. من اليوم في كره القدم يقدر يعمل تكتيك
للفريق اللي بيقابله تكتيك معين، تكتيك في الدفاع وتكتيك في الهجوم، سبعة وثمانية لاعبين. خلنا نكون صريح معك، يعني انت لازم بعد نفس الشيء تغدر والظروف اللي مريت فيها يعني خلال الفتره اللي مسكت فيها نادي العروبه. اربعه لاعبين مصابين، يونس كان مصاب واثنين لاعبين اجانب مصابين اللي هو سامر السالم وكان البرازيلي ميراندا ايضا مصاب تقريبا، وابراهيم سبيت كان مصاب، يعني تقريبا اربعه خمسه لاعبين مصابين واربعه خمسه لاعبين في مسقط وخمسه لاعبين في المنتخب. من اللي ممكن يكمل؟ نكمل بلاعبين الاولمبي، الاولمبي عنده بطوله، وجالس ايضا الكابتن الخلفان زايد يحضر ايضا الفريق للبطوله. ما يصير ان ياخذ اللاعبين حتى في اوقات المباراه، يعني طول الاسبوع اخذ اللاعبين منه عشان يكملوا مجرد تكمله. يعني اذا اخذ لاعب اخذ لاعب علشان اجهز للمباراه، ما اخذ لاعب علشان مجرد تكمله. فالعمل صراحه صار من الناحيه الفنيه داخل ارضيه الملعب، يعني التدريبات صارت منغوصه، ما فيها ذاك الحماس وما فيها ذيك الرغبه وما فيها ذاك التحضير الجيد لكل مباراه. طيب فهد يعني نعم فهد يعني اساسا نعم لا خليني اقول لك النقطه الثانيه، خليني اقول لك النقطه الثانيه، النقطه الثانيه كنت اعول على اللاعبين الاجانب، مع الاسف الشديد اللاعبين الاجانب ما في مستوى الطموح، خليني اكون صريح عندك، ما هم من اللاعبين الاجانب اللي عملوا الفارغه والاضافه اللي ممكن يعني تكون موجوده في الفريق خاصه في الشق الهجومي، فاللاعبين عاديين يعني مستواهم مستوى مثل مستوى اي لاعب في نادي العروبه، لاعبين عاديين جدا. فانت هني تحتار، يعني انت مطالب وبتلعب تحت ضغوط طول الموسم، مطالب بالبطوله واكيد مطالب بالبطوله لانك انت عندك لاعبين منتخب، والنادي يعني نادي العروبه هذا الموسم يعني تعاقداته كانت كبيره، فمعناه الاهداف واضحه من البدايه بان الفريق يبحث عن بطوله. فاذا انت تبحث عن بطوله وما عندك مهاجمين وما عندك لاعبين اجانب اللي ممكن يعني يعطوا اضافه للفريق او ممكن يحسنوا شكل الفريق في الشق الهجومي او ممكن اللاعب المهاجم اللي ممكن يعني يسجل لك اهداف، ما اعتقد انك تقدر تجيب بطوله ابو تركي، هذا شيء معروف. انا اريد اسال سؤال واحد الان للاخوان الموجودين، في فريق على مستوى العالم ان كان فريق او منتخب ما في مهاجمين يقدر يحقق بطوله؟ ما ممكن، من الصعب، ما تقدر تحقق بطوله، البطوله ما سهل انك انت اليوم ممكن تحقق بطوله وانت ما عندك مهاجمين. فهذه الاشياء يعني هذه الاشياء ابو تركي، هذه الاسباب اللي شفت اني انه ممكن اعاني طول الموسم، فحبيت اني اعتذر. طيب اعتذارك فهد، يعني الكثير يتحدث ان فهد يخاف او خلينا نقول يخشى الفشل وبالتالي يفضل الانسحاب، ولك اكثر من موقف في في في, في, في هذا المجال، هل فعلا فهد يخاف ويخشى الفشل؟ لا لا لا، شوف ابو تركي خلني اكون صريح عندك، اذا انا اخاف ما ممكن امسك في 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 شوف ابو حمد قفتن الهلال قال كلمه يمكن من بعد مباراه صحم ونذكر كلمته وحيي عليه، قال لك انا احيي فهد العريمي انه مسك الفريق في هذه الظروف وفي هذا الوقت، يعني ما في مدرب يخاف ويمسك الفريق في هذه الظروف. انا لو اخاف مثلا بقول لك انا ما بمسك الفريق، بمسكه من بدايه الاعداد مثل ما قال طلال العامري، انني ممكن اجيب اللاعبين مريتهم بنفسي وبعمل الاعداد بنفسي وبجيب لاعبين اجانب وبجيب المنظومه اللي تخدمني يعني يعني او ممكن تخدم طريقه اللعب اللي احتاج لها. لكن هذا ما معناه خوف، بس معناه ان الخوف من شيء واحد، نعم اخاف على شيء واحد، اخاف علي ان نادي العروبه على الفلوس اللي صرفها ما يقدر يحقق بطوله معي يعني كمدرب. فانا من حقي ان الشجاعه مني يعني ان افتح مجال لمدرب اخر قد تكون عنده افكار افضل مني يعني، او قد يكون يقدر يتعامل مع هذا الفريق ويحقق بطوله. ليش انا اجلس اصارع دائما واعيش في الصراع يعني واخسر النادي في النهايه؟ بالعكس. طيب فهد اخوي بس عساس نعم فهد اخوي بس عساس الوقت، يعني هلال في بدايه حديثه ذكر جزئيه، قال ان النادي اخطا من جهه وفهد اخطا بانه مسك الفريق يضم هذه الاسماء الكبيره في المنتخب، وبان ربما اللاعبين بحاجه الى مدرب اكبر او اقوى، تفسيرا لما قاله لقياده نادي العروبه. شو ردك؟ من حقه كابتن هلال، من حقه، يعني هذه اشوف هذه وجهه نظره، هو محلل وهو ناقد، من وجهه نظر يمكن تكون صحيحه، انا ما اعرف. لا انت يعني انت عانيت هذا الشيء في النادي، يعني عدم يعني لا شوف أنا مع اللاعبين تعاملك وغيره؟ لا بالعكس، شوف انا بقول لك حاجه واحده، اللاعبين بغض النظر عن اللاعبين، اللاعبين بالعكس يعني اول واحد يكون في علمك احمد كانو من بعد مباراه مع كوسوفو كان موجود في التمرين. اول من دخل التمرين جاني قال لي كابتن، قلت له ايوه، قال لي احنا بنوقف معك الى ابعد الحدود. كانوا يعني اللاعبين متعاونين معي يعني بشكل ما يتصور. ما قضيه اللاعبين يا ابو تركي انك مثلا انت اليوم اللاعبين هذول لاعبين اليوم كانوا في الناشئين ومتعودين علي، يعني كانوا معي في الناشئين وفي الشباب وفي الفريق الاول كانوا موجودين عندي سنوات طويله، يعني ايش معنى اليوم ليش هم اليوم صاروا لاعبين منتخب؟ لا بالعكس، لكن انا اتفق مع كابتن هلال على ان ممكن تكون هذه يعني فكره يعني صحيحه او يمكن يكون تحليل صحيح للموقف. انا ما اقدر اقول للرجل، الرجل الان في موقف ناقد،
ممكن تكون فكرته صحيحه ووجهه نظره صحيحه. نعم. يعني فما اقدر اظلمه، لكن في النهايه انا اقول لك القضيه ما بقضيه ان اكبر واصغر او قضيه خوف وقضيه، لكن انا اقول لك نقلت لك الصوره يعني بصفه عامه. في اربع مباريات انا عانيت الكثير يعني. نعم. الناس ما تعرف والله العظيم النقص نوصل له سبعة لاعبين تدرب يا ابو تركي ولي حقيقه. نعم. حتى اداره النادي تعرفه يعني. هذه عموما انا اعتذر. نعم هذه معاناة. طيب هل تتفق مع الطرح ايضا ان فهد ما ممكن يضيف؟ يعني اليوم نتكلم عن كانو 29 سنه قريب ربما من 100 مباراه دوليه، هل تتفق مع مساله ان فهد ما ممكن يضيف لكانو او ما ممكن يضيف لحسن مظفر؟ صحيح اتفق معهم. ليش؟ لان بدي اشوف يعني بالنسبه للمراكز ابو تركي، خلينا نتكلم عن المراكز الان. حسين مظفر يلعب تقريبا كم سنه؟ اللاعب الوحيد في المنتخب يلعب في الجهه اليسرى. هل محتاج حسين مظفر انا يعلمك كيف يتحرك كظهير ايسر؟ مستحيل. هل هو محتاج ان مثلا كانوا اي مدرب مبلاني اي مدرب محتاج يعلمهم، لان خلاص هم يعرفوا ادوارهم الدفاعيه والهجوميه في كل مركز يلعبوا فيه. لكن يبقى الاضافه في شيء واحد، الاضافه لما انت ممكن تشتغل على تكتيك معين في الدفاع والهجوم. العمل العمل جماعي يعني على حسب الفريق. ايوه على حسب الفريق اللي تواجه انت، نقاط قوته ونقاط ضعفه، فانت محتاج للمجموعه دي تكون موجوده عندك طول الاسبوع حتى تقدر تدرب بالشكل الصحيح اللي تقدر توصل في النهايه الى نتيجه معينه من المباراه. لكن اللاعبين ما متواجدين هذه المصيبه، يعني هذه المشكله اللي عانيت منها. بالعكس ونادي العروبه يكون فعلك، يعني نادي العروبه صرفوا وعندهم اهداف ومحتاجين يحققوا بطوله. فلما انا اشوف نفسي انني ما قادر اشتغل في الجو مثلا، ليش اجلس اعكر الجو على نادي العروبه؟ بالعكس هذه شجاعه مني يعني اني يعني اقول لنادي العروبه جيبوا مدرب غادي يتاقلم مع هذا الجو وغادي يكون تكون عنده افكار افضل من افكاري يعني. بالعكس طيب فهد العريمي. نعم بوعد احنا شاكرين لك عموما هذه المداخله وصراحتك المعهوده، نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في القادم. شكرا لك فهد. راح نتوقف مع فاصل وبعد الفاصل نستكمل الدكه. الفرح، الحزن، السعادة، الغضب، مشاعر سنراها في المدرجات. الجمهور دائما على الفريق خسران او فايز. بعد الدور بعد الدور بعد لده وبعد بعد لده وبعد. لازم المدرب يتدخل في هذه الامور هذه. مشكورين. اصواتكم، مشاركتكم هنا في الاستوديو. فقط في صدى الجماهير. عندما يكون للكلمة صدى ويصل تأثيرها إلى أبعد مدى، يبدأ دورنا في البحث عن تفاصيل الحقيقة. نسرد الأخبار بتجرد ونناقش القضايا بحيادية، نصل بكم إلى واقع العناوين. عناوين صوت الصحافة. نرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام في الدكة، وحديثنا بدأنا بإقالات المدربين، ثلث عدد مدربي الأندية حتى الآن طبعا، والقادم يعني من المتوقع في مباراة الغد أو بعد الغد حسب مصادرنا ربما أحد الأندية في حالة عدم تحقيقها للانتصار فإن مدربه سيكون الضحية الخامسة أو خلنا نقول السادسة بالنسبة للمدربين، وتستمر الإقالات والأرقام القياسية اللي حطمها دورنا في كل موسم. قبل أن نبدأ نتحدث عن مباريات الغد، صالح فترة التوقف أيام الفيفا يعني برأيك هل راح تأثر إيجابا أو سلبا على بعض الأندية سواء المنتشية والمتصدرة أو حتى الأندية المتعثرة والمتواجدة في قاع جدول الترتيب؟ شوف بتركي اهم شيء يعني خلينا نقول تعامل الجهاز الفني ومجلس الاداره مع هذه الفتره في انديه لعبت مباراة وديه، نذكر منها السويق والنهضه لعبوا مباراه وديه. نعم. والشباب وبوش لعبوا مباراه وديه. الشباب وبوش. نعم. وفي بعضهم يمكن التمرين ما تحقق فيه يعني كل اللاعبين الا بعد مرور ايام عديده من اجازه العيد الاضحى. فبالتالي هذا يرجع الى
الجهاز الفني وقوة الجهاز الفني ومجلس الإدارة في التعامل مع هذه المرحلة. هناك في أندية استفادت جانب آخر أبو تركي، هناك أندية استفادت في شفاء اللاعبين اللي كانوا يعني 15 يوم مش شويه في رفع معدل اللياقه البدنيه، رفع معدل نعم، وفي نادي الشباب تدرب طبعا صباحا ومساء على يعني صباحا على البحر ومساء في الملعب نعم. وبالتالي هذه جوانب يعني ايجابيه بالنسبه لل... لكن في انديه ما سمعنا عنها شيء بصراحه، ما سمعنا عنها اي شيء ابدا. انديه تمارس التدريبات اليوميه العاديه، الاهتمام باللاعبين المصابين الى اليوم لما تقول بعد 15 يوم، بعد 15 يوم وفي لاعب انت تعاقدت معه وجاهز واليوم تقول لي اللاعب فلاني ما جاهز ما بيلعب معي بكره، اذا في مشكله. انت ما تعاملت مع المرحله هذه يعني 15 يوم ما تعاملت معها بايجابيه. يعني صح ان لاعب يقول لك انا جاهز وانت وقعت معنا على اساس اني جاهز وبيخدمك وبيقدم لك. اليوم اتكلم عن اسماعيل العجمي انضم في تدريباتنا بصحم يعني كبدايه، يمكن يحتاج لوقت، طبعا يحتاج لوقت. وهذا الشيء طبعا تحدث فيه مجلس ادارتنا صحم ان اسماعيل العجمي سيكون مع الفريق بعد اجازه العيد، بعد اجازه العيد، واعتقد انه بدا اسماعيل في التدريبات. لكن نتكلم عن خليفه عائل، خليفه عائل يعني نادي بوش تعاقد مع خليفة عائل في لقاء الغد ما بيكون موجود لان ما جاهز بعد الى الان. في انديه عارف الشيبه استفاد من هذا الجانب، عارف الشيبه لعب مباراه السويق واطمئن عليه الفريق وبالتالي جاهز، عارف الشيبه اللي يحل محل محمد الشيبه المصاب. وبالتالي اعتقد اضافه بالاضافه الى غياب عصام فايل، اعتقد التوقيت اللي رجع فيه عارف الشيبه مثالي جدا. يعني غياب عصام فايل الايقاف بالمقابل اصابه محمد الشيبه قلبي الدفاع الاساسيين ما موجودين، وبالتالي اعتقد ان عوده عارف الشيء في هذا التوقيت الى جانب مهند الحسني بشكل او بيبقي الفريق النهضه بنفس العطاء. عموما مثل ما ذكرت ابو تركي، انديه استفادت وانديه بكره ستكشف عن نفسها بانها ما عملت شيء في هذه الفتره، وبالتالي ستلقي باللوم على ان اللاعبين في المنتخب وان فتره التوقف اثرت علينا سلبيا، وانه هذا الشيء بكره بتسمع سيناريوهات ان فتره التوقف 15 يوم اثرت علينا سلبيا. وهذا شيء متوقع. لكن الانديه اللي عملت بشكل ايجابي جدا اعتقد ان سنشاهد ان شاء الله غدا بشكل مختلف تماما، واتوقع ان من خلال مباراه الغد سنحكم جميعا على ان الفرق اللي دخلت فتره اعداد او هيئت فريق بشكل مثالي سنشاهده، وفي المقابل الفرق اللي ما تعاملت مع الفتره بايجابيه اعتقد سنشاهده كذلك. هيثم، عاده من الانديه التي تتاثر اكثر، هل هي الانديه المنتشيه والمتصدره ام الانديه المتعثره؟ والله هو يعني مسألة نسبية خالد، يعني أنت برأيك من خلال الجدول من ممكن يعني هل مثلا السيب يعني وصحار والسويق أكبر المستفيدين من فترة التوقف؟ يعني ده الفرق كقراءة قبل أكيد مؤخرة الترتيب يعني المفروض هي تستفاد من فترة التوقف، نعم، لأنه تصحح الأوراق، نعم، أسباب الخسارات هذه تدارس المفروض الإدارة مع المدربين. هناك فرق احنا يعني كان هناك سمعنا اكثر من مدرب تستقطبه مثل نادي صحم، يعني قبل التوقف كان هناك مفاضله بين مدربين، نعم، كابتن مظفر جبار اللي الان ايضا اذا نتكلم بهذا الموضوع هناك ايضا توقف عدم مجيء مظفر جبار بسبب الشهاده نعم. اي ما عنده زين، في حين احنا شاهدنا في الموسم الماضي وهذه أمور كثيرة بهذا الموضوع، نعم، يخص موضوع الشهادة التدريبية عنده أي ما عنده أي ما أعرف إيش. كان قبل هذه الفترة في نهاية الموسم الماضي اعتمدوا على المدربين اللي عندهم إنجازات في 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 اللي عنده إنجاز استثنوه اللي درب منتخب، نعم، مو فقط والمدرب الثاني هشام جدران قصدك بالنسبة يعني بالنسبة لصحم، نعم، هشام جدران المدرب الثاني، نعم، هشام جدران هو الاسم، نعم، الثاني. وكان ايضا بالافق عبد الرزاق خيري، لكن سمعنا انه طلب يعني مبلغ اكبر من الموضوع، ثم موضوع هشام جدران. فبالتالي مع فريق مثل صحم اكيد المعايير او بالنسبه لهذا الموسم او بطوله هذا الموسم هو اكيد المنافسه على لقب البطوله، نعم، ومحتاج مدرب يعني قوي مثل فريق صحم، اسم قوي، ومحتاج الى مدرب اسم مثل ما تفضلت الان. ناتي على مثلا الفرق الاخرى، يعني الفرق المؤخره عندما السيب استغنى عن مدربه فبكل تاكيد اسباب النتائج، يعني فريق الان بالمركز الاخير في قائمه الدوري وهو فريق سيمثل السلطنه في بطوله مجلس التعاون للانديه، فبالتالي كيف سيمثل هذا الفريق؟ يعني وين الموسم الماضي الشيء اللي قدمه مختلف تماما عن هذا الموسم. فعندما يمثل فريق في بطوله خارجيه يجب ان يكون يظهر بنتائج جيده، على الاقل اخر بطوله اللي تالق بها فريقي صحم اللي كان في النهائي ونادي النهضه اللي ايضا
قدم صورة جيدة. الفرق الأخرى يعني مثلا عندك نادي فنجة ويعتبر الفريق الأكثر استقرار بكل تأكيد على اعتبار أنه يصدر جدول الترتيب بعشر نقاط. الفريق ما خسر حتى الآن، فعنده يعني عوامل كثيرة للنجاح. إذا تحدثنا عن مباراة يوم غد طبعاً، لا بس قبل ذلك راح إذا كان تقرير ممكن نشاهد عموما في يوم الغد أربع مباريات مثل ما ذكرنا، راح أكيد نتحدث عن كل مباراة وكل مواجهة. علام تشوف بصقر؟ لا لا أقول نحن نتكلم على مباريات المرة بعد هو. لا لا ما إحنا تحدثنا عن المدربين. طيب تقرير الزميل بدر الغيثي تحدث عن مواجهات الغد الأربع مباريات وطموحات أكيد مختلفة، أندية القمة لمواصلة التألق وأندية القاع للهروب المبكر. نشاهد. بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى وتوجه الأنظار في الأيام القليلة الماضية لمنتخبنا الوطني، تعود الحياة مرة أخرى لدورينا غدا الجمعة، فتنطلق جولته الخامسة بأربع مواجهات في أربع ملاعب مختلفة. صدارة فنجة يهددها العروبة الذي يبحث عن نفسه أولا بعد رحيل فهد العريمي، تفصل بينهما أربع نقاط فقط، يبحثان عن الفوز وليس غير ذلك. اللقاء قمة الجولة، فمعظم الأسماء في الفريقين دولية، بعض الإصابات وإن وجدت فلن تؤثر على صورة المباراة كثيرا. ننتظر قمة ومتعة وإثارة وجمهورا فاعلا في مدرجات بوشر. بطل النسخة الماضية وحامل لقبها النهضة يستضيف بطل الدرجة الأولى الموسم الماضي والصاعد حديثا إلى الأضواء بوشر، يلتقيان في مجمع البريمي ويبحثان عن ثلاث نقاط تعزز موقفهما في جدول الترتيب. النهضة لا يرغب في الابتعاد عن المقدمة وبوشر يبحث عن منطقة آمنة. الطموحات مختلفة والتعامل مع المباراة يجب أن يكون بحذر. الأفضلية للنهضة غدا والمفاجأة متوقعة من بوشر، فهل يواصل محسن درويش نتائجه الإيجابية أم يكرر ثائر عدنان مشهد صحم مع النهضة؟ الشباب أفضل بداية يسجلها هذا الموسم، سبع نقاط وليس بعيدا عن الصدارة. يواجه صحار في استاد السيب، ينظر إلى فنجة ويطمع في المركز الأول. استقر مع مبارك سلطان فجاءت النتائج مرضية، المطلوب الاستمرار وفرصة أن يستغل حالة صحار ويكسب النقاط الثلاث. لا ندري، قد يفاجئنا إبراهيم البلوشي ويقلب الطاولة على الشباب. ردة فعل إن حدثت لن تكون مستغربة، فصحار يلعب بالروح والجمهور قبل كل شيء. فهل يعود صحار بمدربه الجديد على حساب الشباب غدا أم يواصل الصقور تحليقهم نحو الصدارة؟ لن تكون مهمة ظفار سهلة أبدا عندما يواجه صور في ختام اليوم الأول من الجولة الخامسة، فالأداء والنتائج تضع الفريقين في كفة واحدة، وإن كان ظفار يتقدم بنقطة عن صور، كليهما ينظر إلى فنجة وينتظر تعثره ليستغل الفرصة ويزاحمه في الصدارة أو حتى يتجاوزه، وقبل ذلك عليهما الفوز غدا وكسب النقاط الثلاث. المواجهة صعبة والتوقع فيها أصعب، يملكان الحلول وكل فريق قادر على فرض أدائه وأسلوبه، يبقى التركيز فقط واستغلال الفرص، فهي التي ستحسم المواجهة في النهاية. كلهم صوت لاعبين يقدروا يلعبوا.
إذن هذه مباريات الغد، ثلاث منها إن شاء الله راح تكون يعني مباراتنا عبر قناة عمان الرياضية، فنجة مع العروبة، وأيضا اللقاء الآخر اللي راح يجمع نادي صور مع ظفار، لقاء الشباب والصحار سيكون عبر قناة عمان مباشر، والنهضة وبوشر طبعا اللقاء الرابع الساعة 6:15 في مجمع البريمي، ونتمنى إن شاء الله تعالى بداية انطلاق المرحلة أو الجولة الخامسة بمستوى فني عالي من بداية من مباريات الغد ومباريات يوم السبت. راح نتحدث ونبدأ عن قمة الجولة، فنجا يستضيف العروبة في مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، لكن قبل ذلك طلال مجهز بعض الأشياء، تصور إحصائيات هي بس استذكار لنا بشكل سريع على اعتبار أن الجولة الرابعة يعني سجلت بعض الأرقام فلا بد أن نذكرها للإخوان المتابعين البرنامج. هي سجلت 4 حالات فوز وثلاث حالات تعادل، أعلى نسبة أهداف سجلت في هذا الجولة، أقل نسبة من الجولات السابقة هي 16 هدف يعني كانت أقل. يتصدر هدف هذه الجولة هو كوفي لاعب النصر، سجل هدفين في مرمى الشباب. أول هدف سجل في الجولة الرابعة هو محمد غسانة في الدقيقة 50، هو لاعب نادي الشباب في مرمى النصر، وبعدين النصر قرب النتيجة 2-1. آخر هدف سجله جاجة لاعب نادي المصنع من ضربة جزاء في مرمى السيب في الدقيقة 57 في آخر الجولة. جاءت النتائج المباراة الأربع متشابهة، يعني فوز النصر على الشباب 2-1 وفوز النهضة على العروبة نفس النتيجة 2-1، وكذلك فوز الخابور على الصحن 1-0 وفوز السويق على البوشر 1-0. أول فوز يحقق نادي السويق بعد ثلاث هزائم متتالية باللاعب أحمد الخروصي في الدقيقة 79 من الشوط الثاني. التعادل نتيجة 2-2 ظفار وفنجة، والتعادل صحار ومعصور 1-1، والمصنعة مع السيب نفس الشيء واحد هدف لهدف. 3 حالات ضربات جزاء، 2 تم تسجيلهم والركلة واحدة لم يتم تسجيلها، ماردي كان في سجل هدف في ظفار في دقيقة 18 وجاجة في مرمى السيب، بينما سامي الحسني يعني اهدر ضربه الجزاء في من نادي صور يعني على الصحار. وبالتالي هذه الجوله شهدت 4 حالات طرد بصراحه، شويه ارقام كثير مخوف. ايوه جدا. عامر شاطري من ظفار، وانور الهنائي من النهضه، وعمار البوسعيدي من السيب، واسعد هديب من صور، يعني 4 حالات طرد في جوله من 7 مباريات 4 حالات طرد، محتاجه نسبه كبيره، محتاجه اعاده نظر بالنسبه للاعبين. يعني تعرف عندما انت في الجوله الرابعه تفقد خدمات لاعب يعني بسبب طرد، وشاهدنا بعض الحالات يعني للاسف ما كانت هي ينبغي ان تكون انها تستدعي. نفس الشيء هذه الجوله سجلت انخفاض في عدد تسجيل الاهداف، وهذا بعد في نفس الوقت يعني محتاجين يعطي مؤشر المرحله القادمه، محتاجه الى حالات التعادل، بعد زادت الى 3 حالات تعادل، 4 حالات فوز، يعني مؤشر ما يعطيك نسبة جيدة. طيب عموما على اساس الوقت يمكن سعد الشيخ رئيس نادي العروبه تواصل مع الاخوه ربما مع بعض التعقيب سواء بالتاكيد او بالنفي لبعض الكلام اللي ذكر الكابتن فهد العريمي. انا ما راح اذكر الكلام اللي قاله سعد الشيخ مع كل الاحترام اكيد والتقدير له، لكن ان كان هناك اي اضافه ناخذه بشكل مباشر مثل ما كان حوارنا مع الكابتن فهد العريمي بشكل مباشر. للمشاهدين الكرام نتواصل مع سعاده الشيخ ويتفضل اكيد يقول بصفته طبعا رئيس لمجلس إدارة نادي العروبة. المباراة الأولى فنجة مع العروبة مثل ما اتفقنا صالح وهلال تتحدث عن هذه المواجهة. صالح فنجة الأول ب10 نقاط يستضيف العروبة الثامن ب6 نقاط وفاصل أو فارق يعني قليل بين الأندية. طبعا هي مباراة مرتقبة أبو تركي، مباراة قمة على اعتبار أن فنجة 10 نقاط متصدر الدوري والعروبة عند 6 نقاط، يعني 9 نقاط ممكن تقربها في حال فوز، تقرب إلى مراكز الصدارة، طبعا هذا الشيء اللي يطمح له. مباراة ستلقي بظلالها طبعا لأنها بتقام قبل مباراة النهضة وبوشر وقبل مباراة صور وظفار، ستلقي بظلالها طبعا نتيجة المباراة على هذه المباراتين، لأن مثل ما ذكرنا ظفار الآن عنده 8 نقاط مركز ثاني، في حال فوز على صور 11 نقطة يأمل طبعا تعثر فنجة. نعم حتى لو بتعادل في المقابل النهضة عنده 7 نقاط ويأمل في تعثر فنجة أمام العروبة، وبالتالي يصل النقطة العاشرة ويتساوى مع نادي فنجة في عدد رصيد النقاط. بتركي مباراة الغد بالنسبة للعروبة أهميتها أكبر، يعني خلينا مش أقول أكبر عن فنجة، لكن أهمية كبيرة بالنسبة للعروبة على اعتبار أن الفريق
يمكن استقالة المدرب فهد العريمي والآن المدرب الحالي هو فيليب. مدى تأثير التغيير على العروبة سواء من ناحية النفسية من ناحية المعنوية، أداء اللاعبين في الملعب، النتيجة اللي بيحقق الفريق، لا تنسى الفريق خسران 1-2 في الجولة الماضية أمام النهضة في مجمع صور، والنهضة كان بعشر لاعبين، فبالتالي هل نشوف تحول كبير في عطاء العروبة؟ سنشاهد غدا. ومدى تأثير فيليب على نادي العروبة في ظل الظروف اللي ذكرها طبعا الكابتن فهد قبل شوي. لكن خلينا نقول ان مع يعني خلينا ناخذ الجانب الاخر اللي هو الاجازه الموجود يعني او فتره التوقف، ربما استفاد منها الكابتن فيليب يمكن 10 ايام اجازه العيد الاضحى، وبالتالي اعتقد ممكن يستفاد منها بشكل مثالي، وممكن يشاهد العروبه بشكل مختلف في المباراه. فنجا طبعا عنده غيابات، بوتركي عند خاصه قلب الدفاع، بكره عند عبد الخصابي وعند نذير المسكري، يعني كابرز محمد المسلم يتعور في مباراه محمد المسلمي، لكن ربما محمد المسلم يكون موجود. لكن عبد الرحمن صالح كتعاقد عبد الرحمن صالح طبعا كتعاقد، هذه التعاقدات اللي تعطيك ان فيه نوع من الفكره وفيه نوع من يعني الدقة في الاختيارات. انت لما الان عندك محمد المسلمي كقلب دفاع اساسي، ممكن في اي لحظه يتعرض لاصابه، وكذلك سيتفقد مع المنتخب وسيكون اغلب الايام مع المنتخب، اضافه الى عبد القصاب اللي اصيب بالرباط وبالتالي سيغيب فتره طويله عن الفريق، نذير المسكري بين فتره واخرى يتعرض لاصابه. اذا التعاقد مع عبد الرحمن صالح كاحد البدائل الرئيسيه، بالاضافه الى وجود خالد اليعقوبي اللاعب المتميز مع الفريق. احمد حديد كذلك سيغيب عن اللقاء، يعاني من شد عضلي، وبالإضافة إلى غياب مخلد رقادي وجوده في منتخب الصالات العسكري. غيابات أعتقد من وجهة نظر الشخصية مؤثرة وخاصة في الشق الدفاعي بالنسبة لنادي فنجا. العروبة بوتركي مطالب بأن يؤكد بأن الخطوة التصحيحية اللي قام في مجلس إدارته تسير بالطريق الصحيح، أو ستجلب أو ستقدم له شكل أفضل وستخدم الفريق بشكل أفضل أمام فريق اللي هو فنجا. فنجا محتاج 3 نقاط طبعا للبقاء بالصدارة بعيدا كل البعد عن التهديد المباشر سواء من ظفار أو النهض أو أي فريق كان، لأن 13 نقطة سيضمن لفنجا البقاء في الصدارة. لا تنسى أن فنجا في الجولة الماضية رجع من محافظة ظفار بتعادل ثمين أمام ظفار، وبالتالي نعم تعادل وفقد نقطتين ثمينتين، لكن أعتقد أن تعادل مع فريق ظفار اللي هو جالس يقدم المستوى متميز هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، هو طبعا المنافس الأقرب بالنسبة لنادي فنجا في هذه حتى الآن يعني. نعم، خارج أرضه كان. وخارج أرضه. عموما منتظر من فنجا والعروبة تقديم مباراة تليق بسمعة الفريقين، تليق بالمتصدر طبعا مثل ما ذكرت هو نادي فنجا اللي يطمح أن يبتعد بالصدارة بعيدا من كل البعد عن التهديد المباشر، لأنه يدرك بأن ظفار يلعب معصور، ونفس الشيء النهضة يلعب مع بوشرة، وبالتالي معرض صدارة فنجا لي خلينا نقول الاهتزاز نوعا ما. إذا فنجا والعروبة يفترض أن تكون قمة هذا الأسبوع. نعم. من كافة النواحي. هلال، نتحدث عن هذه المواجهة لقاء فنجا والعروبة، لكن راح نتواصل قبل ذلك بالاتصال مع سعادة الشيخ عبد الله بن سالم المخيني رئيس نادي العروبة. مساء الخير سعادة الشيخ. مساكم الله بالخير، مرة بالإخوان أيضا مشكورين على الجهود اللي تبذلوها صراحة وكثروا للدوري بمعنى يعني. تسلم، أكيد هذا عملنا وواجبنا أكيد وكلنا أكيد في نفس السياق من أجل أكيد يعني تطور كرة القدم والرياض والرياضين في هذا البلد. سعادة الشيخ، يعني أنا فضلت أن نتواصل معك بشكل مباشر لأن إحنا أخذنا الكابتن فهد قبل شوي. لا يخفى عليك، نعم. أني كنت معي سايلنت وبعدين انتبهت للتليفون. نعم. طيب سعادة الشيخ، يمكن استمعت لي كلام الكابتن فهد العريمي وحديثة عن مسألة الغيابات وغيره، ولك أكيد تعقيب في هذا الموضوع، تفضل. نعم لا الحد، الكابتن فهد طبعا غني عن التعريف، ابن النادي. نعم. وتكرم وتفضل وقال هذا بيتي، يرضى عن بيتك. نعم. اشكره على تجاوبه في البدايه لما تقبل النادي العروبه. وبس الحقيقه في الاونه الاخيره يمكن المدرب ما تواكب مع الفريق وقال اني ما اقدر اكمل في المرحله القادمه فعذرته. نعم. لكن انا بس متداخل طال عمرك في جزئيه بسيطه اللي هي حضور اللي سبعه لعيبه في الفريق. أنا عندي مسجل طال عمرك في سكور 30 لاعب. نعم. 8 الأولمبي و 22 لاعب اللي هو اللي يعدوا مراحل 93. نعم. السن 93 من 94 وما دون سجلت 8 لعيبة في الفريق الأول. نعم. أنا جبت لفهد 30 لاعب. الخيار للمدرب في النهاية. هو يختار. لكن الحقيقة عندنا مدير فريق عبد الله جميل، إدارة الفريق سمير فايل. يسألوه كل كم يوميا يسجل. يعني ما يتعدى يوميا 20. وما فوق يتدربوا. ما كان الفريق تبعت أشخاص يدبروا الفريق،
ما ممكن ان اليوم نادي باسم نادي العروبة يدربوا فيه 7 اشخاص. اما عن بالنسبه للاعيبه في مسقط الحقيقه جزاهم الله خير يوميا يمشوا يسيروا ويقولوا التمرين يوميا 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 نعم. عندك احمد سليم، عندك حتى اللعيبه في السيب جزاهم الله خير نعم يوميا يروحوا ويجوا. عندك لعيبه المنتخب هذا صراحه يتوجب علينا احنا دائما مسلمين الامر بالنسبه للمنتخب مشاركه وطنيه نعم. والحقيقه احنا مع المنتخب في نفس الوقت يغيبوا الفتره اللي يتدربوا فيها بس لعيبه المنتخب، لكن 3 ايام الثاني على طول اليوم الثاني الجماعه في التمرين يكونوا موجودين المنتخب. نعم موجودين بس بغيت اتدخل في هذه الجزئيه. نعم سعاده الشيخ فقط نستغل وجودك، يمكن الاخوه في اكثر من حلقه ذكروا مساله ندره المواهب يعني العروبه ربما حتى على مستوى المنتخب الاول. نعم اخوي خالد نعم. اخوي خالد انا قلت لك وفرت معي انا بدايه العقود اول قبل لا اتعاقد مع اللعيب الفريق الاول تعاقدت مع الاولمبي نعم. وكلهم عقودهم على 3 سنوات. لا بس يعني السؤال سعاد الشيخ انا وفرت نعم. يعني وجبتهم الفريق الاول نعم. لا بس سعاد الشيخ سؤالي لك كنت رئيس مجلس اداره نادي العروبه، هل انقرضت المواهب من نادي العروبه؟ تعودنا في المنتخب طول عمرك موجوده وين هو؟ ما شفنا اي لاعب في الفتره في السنوات الاخيره. اقول لك انا نختار ولا المدرب يختار؟ لا طبعا المدرب بس يعني احنا ما شفناهم يعني معناه انه ربنا. انا جبت 30 لاعب قلت لهم انتم الاولمبي اللي اخترت لكم انت توفروا مع الفريق الاول يا مدرب لك الخيار. نعم فهد من اول يوم مع احترامي قال لي انه خلاص الاولمبي مريض. جاء فيليب قال اريد 2 من 3 فهد اكثر من مباراه يلعب مع الفريق الاول مع الفريق الاولمبي للخيار. انا ما اتدخل انا امور اداريه ما اتدخل في شنو. طيب سعاده الشيخ التعاقد مع فيليب يعني المدرب ربما كان يعني لاقى انتقادات كثيره مع المنتخب الاولمبي ومش قاعد ان ما نجح مع الاولمبي ان ما نجح مع العروبه ونتمنى لكم اكيد التوفيق، لكن شو هي الاسس والمعايير اللي اعتمدتوا عليها في اختيار المدرب الفرنسي؟ والله بينك ان نظره ريال عملي بحقيقه تفاهم مع اللعيبه انسجام مع اللعيبه اكثر صدقني من ساعه واحده الريال في التمرين يعدد الخطط يعدد التمارين نعم فشفنا الانسب امان يعني في المرحله القادمه والحمد لله الله يوفقنا ان شاء الله. نعم قبل الختام احنا نتحدث عن لقاء الغد بفنجة والعروبه، كيف ترى المواجهه وحظوظ فريقك في مواجهه المتصدر؟ والله فريق مباراه قويه قمه صراحة غمة الأسبوع أعتبرها كل فريق قادر يفوز على الفريق الآخر نعم. اللي يثبت وجوده طبعا نتمنى له التوفيق وإن شاء الله يكون حليفنا إن شاء الله. طيب سعادة الشيخ عبد الله بن سالم المخيني رئيس نادي العروبة شكرا لك ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق مع شقائكم مع نادي فنجة في لقاء الغد هلال نعم. الحديث أكيد عن المباراة وفنجة المتصدر من أجل مواصلة صدارته والعروبة من أجل التعويض. بداية أنا أعتذر المفروض أن المحورين اللي تكلمنا فيهم سابقا أن تكون هناك في حلول وتكون هناك في لهم كلام عندي تحديدا في نظري أنه في كلام من قال ولكن وقت ال في إقالات إن شاء الله إقالات في المباراة القادمة نتكلم عن التبديلات وهذه يريد لها وقت نعم. كثير إذا تكلمنا عن مباراة فنجة أفتكر الكلام اللي تفضل فيه أخوي صالح هو كلام شمل المباراة وإيش مطمع الفريقين من المباراة. هناك في جزئيات ممكن أنا أدخل فيها يعني شوف بالنسبة للدفاع نادي فنجة إذا يعني هناك في إصابات بالنسبة النذير في إصابة عبد الله غصاب وهي إصابات يحتاج لها كثير من الوقت. صحيح إن المسلم رجع من المنتخب ولكن هو إصابته طفيفة بحكم إنه فقط يعني كشد عضلي هذه ممكن إنه يكون حاضر في المباراة. فريق مثل فنجة هو متصدر الدوري أكيد فترة التوقيف ما خدمت بكوني ان فريق منتشي واخر مباراه لعب مع ظفار وقدم لنا هو ظفار اللي نتيجه 2-2 في ملعب ظفار من افضل مباريات الجوله كانت يعني مستوى وكانت قمه في العطاء بين الفريقين. فهو في سلم تصاعدي فتره التوقيف مع هذه الاصابات المزمنه ممكن تاثر على نشوه الفريق. بكره مطالب فنجة على اساس انه يكون في مركز مطالب بالفوز مهما كانت الاصابات القويه خاصه ان انت 2 من اهم اللاعبين عندك في المنتخب عندك عبد الرحمن نعم وغيره عنده هو عبد الرحمن تعاقد مع عبد الرحمن وعلى حسب علمي هناك في محاوله وخالد اليعقوبي نعم موجود خالد اليعقوبي ولكن هناك نفس الشيء يعني على حسب علمي انه اداره فنجة هناك تسعى للاعب اسيوي بحكم انه عندهم مشاركات وما شابه بس ما الحين في
طبعا ولكن هم قاعدين في هذا الامر. الشيء الجيد يعني لما نتكلم بصفه عامه عن قبل الخوض في المباراه انه فنجي اموره يعني تقدر تقول واضحه بالنسبه لتعاقده وفريق مستقر، ولكن فتره هذه الفتره مع الاصابات هذه ممكن يعني ما تخلي الفريق في نفس السلم التصاعدي اللي كان عليه حتى الجولة الرابعة. العروبة أنا أفتكر في وجهة نظري، اسمح لي هلال بما أنك قلت العروبة، سعادة الشيخ ذكر جزية قال اللاعبين اللي من مسقط يوميا يحضروا التدريبات، لاعب يداوم في مسقط وساعتين إلا ربع وخلنا نقول ساعتين إلى نادي العروبة يتمرن ويرجع، هل هذا الشيء يعني اللاعب يقدر يؤدي؟ مجهد على اللاعب نفس الشيء، الحمل ويرجع ساعتين يكون متعب عليه الحمل يعني صعب، ولكن بعض المرات الظروف انت تحكمك، الظروف هي المشكله، ولكن هو صراحه في اول مخاطره على حياه اللاعب يعني يوميا انت طريق ساعتين رايح ساعتين وراجع ساعتين، ارهاق بدني بحكم اللاعبين المداوم وفتره العصر بعد الساعتين هذه طريق يتدرب ويرجع يعني الجسم ما يتحمل يعني ما اعتقد انه يتحمل، ولكن اتمنى ان هناك تكون في حلول يعني حلول أبدية لهذا الموضوع وتكون في مساهمات من الجهات المعنية. نعم يعني أنا أتمنى هذا الشيء. إذا رجعنا بالنسبة للعروبة في المباراة، أنا أتوقع أن العروبة استفاد من الفترة هذه فترة التوقف بحكم أنه تعاقد هو مع مدرب جديد، المدرب مطالب يعني تشوف مدرب جيد هذا مطالب يعني لإثبات اسمه هو كمدرب صحيح. تحديدا يعني عنده تحدي آخر نعم يعني. عنده تحدي على صح. أساس إنه هو طلع من هنا بعد منتخب الشباب بصورة غير جيدة ما تليق فيه كمدرب الأولمبي فبصورة ما تليق، فأكيد إنه عنده لازم يكون عنده هدف يعني خلينا نقول تحدي لإثبات الذات من الباب الخلفي نعم يعني لإثبات الذات، وفي نفس الوقت إدارة العروبة أو محبين العروبة ما رايحين يسكتوا إذا ما كانت في نتائج إيجابية في الفريق مهما كانت الظروف، يجب علي أن يتعامل مع الظروف المتاحة. الآن طلع رئيس النادي وقال أنا يوميا أقل تقدير عندي 20 لاعب في التمرين، هناك الخيار له هو يقول لك أنا مسجل 30 لاعب، وهناك الخيار له هو كمدرب مختار، ولكن هذه المباراة صعبة أنا أشوف في حكم الأوضاع اللي توقف فيها الدوري صعبة على الفريقين، ولكن في نفس الوقت مثل ما ذكر أبو عبد الله مطالبين بتقديم مباراة تليق بهم، لاعبين موجودين امكانيات ومتابعه اداريه موجوده، اذا بعد فتره الدوري هذه يجب انك انت تكون في قمه عطاء. نعم، عموما فقط بالنسبه لنتائج الفريقين بشكل سريع قبل ان نتحول للمباراه الثانيه، فنجا كسب السويق 1-0 وكسب صحار 3-0 وكسب النهضه 2-1 قبل ان يتعادل مع ظفار في الجوله الماضيه 2-2، اما العروبه بدا بخساره امام صحم 3-0 يكسب المصنعه 1-0 والسويق 4-0 قبل ان يتعثر في الجوله الماضيه امام النهضه 2-1 في مباراة كان متقدم فيها بهدف وكان النهضة منقوص طبعا لاعب بطرد أنور الهنائي. طلال نتحول مباشرة للحديث عن اللقاء الآخر، الشباب بالرابع بسبع نقاط يستضيف صحار قبل الأخير صاحب النقطتين، وإبراهيم إسماعيل البلوشي يعود من جديد لقيادة نادي صحار بعد ما درب مجيس والخابورة بعد ذلك. شو ابو تركي، انا يعني ببدا الكلام عن المباراه بالارقام على اعتبار خلال المباريات الاربع الماضيه اللي لعبها كل الفريقين. نعم. صحار بدا اول مباراه بالتعادل مع النصر بهدف لهدف. نعم. في مباراه كانت اقيمت في المجمع الرياضي بصحار، وبرغم ان صحار هو اللي بادر بتسجيل الاهداف ادرك النصر التعادل. المباراه الثانيه خسرها مع نادي فنجة بثلاث اهداف لعبد العزيز المقبالي، الهدف المباراه الثالثه خسرها من ظفار بهدف نبيل عاشور. المباراة الرابعة تعادل فيها مع نادي صور بهدف لهدف سجله عمر الفزاري، يعني نادي صحار أربع مباريات تعادلين وخسارتين اللي بهدفين سجلهم عيسى الصالحي والهدف الثاني سجله عمر الفزاري. نادي صحار يقبع الآن في الترتيب 13 يعني قبل نادي سي يعني بمركز هو عنده نقطتين فقط. أما الشباب بدايته كانت يعني مع نادي بوشر تعادل بهدفين لهدفين، اول هدف كان محمد السيا والهدف الثاني لسعيد سعود الفارسي. المباراه الثانيه فاز فيها على نادي السيب بهدف محمد الغسان في دقيقه 80. المباراه الثالثه كان فاز على نادي الخابوره بهدفين لصفر سجلهم لوكاس ومحمد الغساني. المباراه الرابعه خسرها من نادي النصر ب1-2 برغم ان محمد الغساني او نادي الشباب كان بادر بتسجيل الهدف. هداف الفريق نادي الشباب حتى الان محمد الغساني بثلاث اهداف من ست اهداف، يعني نص الاهداف سجلها محمد الغساني. نادي الشباب في هذه السنه وهذا الموسم يعني مع استمراريه المدرب مبارك سلطان واستقرار الكابتن مبارك واختيار بعض العناصر
حقيقه الجيده، وحتى يعني استفاد من عمليه التوقف الدوري مثل ما تفضل سبق وان تفضل الاخ صالح انه يعني كان عكف على الجانب البدني تدريبات الفتره الصباحيه والمسائيه، وهذا ما يؤكد على اعتبار انه المدرب يعني مستمر في اعداد الفريق واستغلال وقت التوقف بطريقه كثير جيده. نادي صحار احنا نعرف، خلينا نتكلم نادي صحار وخلص، نادي صحار نعرف انه بعد إقالة المدرب عدنان شعيبات مع المساعد محمد خصيب، برغم ان احنا تكلمنا عن محمد خصيب للدوار اللي قام فيها الدور الموسم الماضي وقاد الفريق في اكثر من مباراه والى انتصارات والى اخره، لكن هذه السنه كان مجلس الاداره بعد الجوله الرابعه كان بعد خساره او تعادل مع صور اقاله الجهاز الفني الكابتن عدنان، برغم انه كان عام الماضي، ومثل ما تكلمنا عن موضوع إقالة المدربين لأنه أعطوا الفرصة لاختيار العناصر واختيار اللاعبين وإلى آخره، لكن قد يكون كان لوجهة نظر إدارة نادي صحار رأي آخر في الجهاز الفني. نترك الأمر لأصحاب الشأن ومن ثم نشوف يعني فيما بعد. الآن نادي صحار يدرب المدرب الوطني حقيقة إبراهيم إبراهيم إسماعيل البلوجي، سبق أن درب نادي الخابور وحقق معهم إنجاز كثير جيد. إبراهيم من المدربين يعني ليش أنا أحس أنه يشتغل بصمت، يعني ما في الأضواء، تعرف في بعض المدربين حصلهم في الأضواء كثير، لكن في بعض المدربين قد يكون الظروف الإعلام ما يساعدهم في الحديث أو في إبرازهم، لكن يشتغلوا ويتيحون فرصة العمل. فكابتن إبراهيم يعني السبق أنه قاد أكثر من فريق وبطريقة كثير جيدة، وخاصة أنه اعتمد على المراحل السنية في كثير من الأندية. نتمنى إن شاء الله التوفيق خلال المرحلة القادمة. نادي صحار عندهم عامل كثير متميز في الدوري من العام الماضي، وهذا العامل وهذه الثروه لا يتميز فيها نادي صحار لا بد ان تستغل ولا يستفاد منها، وهو حضور الجماهير بمجلس رابطه جماهير نادي صحار دائما فعال بصوره كثير مميزه، وهو دائما يسجل الارقام المميزه في دورينا خلال العام الماضي، وهذا حتى مع بدايه هذا الموسم، واستفادوا حتى في المباراه التي قيمت للمنتخب في صحار مع كوستاريكا. كان لهم دور كبير الاخوان في رابطة جماهير نادي صحار، فهذه ميزة ما توفرت في كثير من الأندية، يعني ميزة توفرت في نادي صحار، يعني كثير من الأندية تسعى أنها يكون لها هذا التفاعل الجماهيري بطريقة مميزة عززنا ساعد. لكن الآن البارحة قاعد نشوف يعني وصلتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن إدارة النادي برغم أنه كان في عتاب يدور داخل على إدارة النادي أن هناك في بعض الظروف وإلى آخره، لكن أمس تابعنا أن هناك يعني في جلسة عشاء مع الفريق الأول لمت الموضوع. فإحنا دائما يعني دائما نطلع أن عندما يكون في استقرار إداري وإدارات الأندية عندما تهب نفسها للعمل في في في, في الأندية أصبحت كرة القدم الآن الواجهة، وفي ظروف وإحنا نقدر الظروف والضغوطات اللي الآن عليها الأندية، لكن عندما تكون إدارات الأندية تتحمل يعني مثل ما تقول الصدمات هي في البداية، أعتقد أنها تكون وتعترف مثل ما الآن نسمع من كثير من الأندية، وحتى الآن نتكلم طلعنا لساعات الأخ عبد الله المخيني يتكلم عن نادي العروبة وهو متابع جيد ووفر كافة الإمكانيات، يعني سواء كان اللاعبين في الفريق الأولمبي واللاعبين الآخرين ويتابع، وهذا شيء جيد. احنا حقيقة اليوم ترى أنديتنا قائمة على أكتاف يعني جهود ذاتية يشكرون عليهم يعني حساب وقتهم وبيتهم، لكن في نفس الوقت نعاتب شيء بسيط عندما لا يكون هناك في فراغ إداري بين إدارات الأندية والفرق أو الأنشطة الرياضية أو الفريق كرة القدم. فحسب ما تابعنا لأن دائما عندما تتابع تحصل على المعلومة الأكيدة، فعندما متابعتنا فاستشعرنا شيء من الراحة احنا كمتابعين، أن عندما تعود إدارة النادي وتجمع الفريق وفي جلسة أسرية سواء كان في جلسة عشاء أو جلسة غداء أو إلا يكون يعني وقريبا من الفريق، أعتقد أنه بيكون في مردود إيجابي. دائما نبحث عن الجانب الإيجابي كثير، الجانب المعنوي كثير، فهذا أحد الجوانب المعنوية. نادي الشباب بعد استقرار مجلس الإدارة برئاسة الأخ يعني حمزة البلوشي العام الماضي واستقرار أكثر على الجهاز الفني بقيادة الكابتن مبارك سلطان. كابتن مبارك احنا غني عن تعريف، ما اريد نتكلم دائما عن شخص يعني قدم كثير من العمل الجيد خلال يعني الفترات السابقه، وحتى هو العمل اللي قاعد يقدمه الان في نادي الشباب يعني عمل كثير جيد، ودائما احنا عندما نعطي الثقه للمدرب وليد السعدي ايضا عنده وليد كان العام الماضي مساعد مدرب نادي المصنعه، يعني شكله نعطيهم الثقه وندعمهم ونوقف وياهم
ونساعدهم، وفي نفس الوقت اذا في شيء ما يعني في شيء من الاخطاء او شيء من وجهه نظر لا بد ان نتابعهم ولا بد ان نقول لهم الكلمه، سواء كان المدرب الوطني او حتى المدرب الوافد، لكن نترك الحبل على الغارب وبعدين نحمل مسؤوليه ونقول والله كذا لا. فاعتقد ان احنا عندما نتكلم عن نادي الشباب هذه السنه يختلف تماما عن العام الماضي في كثير من الجوانب، حتى في اختيار العناصر الفريق. يعني عندما استخدموا هداف الفريق هداف العام الماضي دوري عمان تلمحت محمد الغساني، حقيقه من العيار الثقيل، وهو الان من بين هدافين، يعني من 6 اهداف اللي سجلها نادي الشباب، نادي محمد الغساني هو يسجل 3 اهداف. واعتقد انه مو اعتقد انه اقول هذا مؤشر كثير جيد باختيار العناصر. ما زالت في مشاكل كانت موجوده في نادي الشباب، وخاصه في حراسه المرمى، عندما نتكلم عن حراسه المرمى، لكن نجد ان تاره شويه كابتن عمر مستقر، وتارش كابتن عمر شويه يتراجع. فنتمنى خاصه احنا هاجس حراسه المرمى هالايام وايد قلقتنا، لان احنا عندما نعرف ان ظفار حارس وافد، وعندما نعرف نادي السيب حارس وافد، وعندما نعرف اكثر من اصحار حارس وافد، فبالتالي الحراس الجيدين وخاصه في انديتنا، سواء قلنا كابتن عمر وحارس، يعني 4 حراس او 5 حراس وافدين، اعتقد ان الان يعني احنا نعول على حراسنا خاصه الوطنيين، وسواء قلنا مثل المنتخبات الوطنيه، انهم يشتغلوا على نفسهم اكثر واكثر، لان المنتخب بحاجه لهم. يعني اكبر باب مفتوح الان للمنتخب انا اقول حراسه المرمى. اتمنى ان شاء الله كابتن عمر وبقيه الحراس، اتكلم بصوره عامه، ان مباراه صحر وصحار والشباب دائما من العيار الجيد، وما من العيار الثقيل، نقول العيار الجيد على اعتباره ان دربيات الباطنه ايام زمان لو انها اختفت، لكن نريدها ان تظهر بالمنافسه، تظهر بالروح، تظهر بالعطاء، تظهر بالمستوى الجيد. نتمنى ان شاء الله بكره التوفيق للفريقين، ونستمتع ونشاهد مباراه يعني جيده، يعني بفريق صحار وكذلك بفريق الشباب. نعم، الشباب بكره عموما راح يستفيد ربما في شوط المباراه الثاني من جاهزيه اللاعب اسعد البوسعيدي، اللي يعني وصل الى جاهزيه بدنيه وفنيه، وبالتالي اصبح يعني تحت تصرف المدرب القدير مبارك سلطان. بدايه من مباراه الغد راح ناخذ مجموعه من التغريدات، وبعد ذلك هيثم راح اكيد يحدثنا عن ايضا لقاء الشباب وصحار. أبو حور، من المسؤول عن استقدام المدربين في الأندية؟ هل هناك لجان فنية بالأندية تختار المدربين؟ العروبة لم يمتحن في المباريات الماضية، وكان له أول امتحان مع النهضة وانهزم ب9 لاعبين، وغدا الامتحان الثاني وسوف ينهزم. كيف تعلم الغيب؟ الدكتور محمد التميمي، ليس عيبا أن تتخلى عن مدرب فاشل، لكن العيب أن تكابر رغم مطالبة الجماهير. أحمد الفارس، الأسباب الحقيقية في إقالة المدربين هو سبب واحد، وهو التعاقدات التي تكون من الإدارة بدون أن يختار المدرب. أحمد أبو سعيد، عدم التخطيط من بداية الموسم هو سبب في زيادة إقالة المدربين والعدد في تزايد في المراحل القادمة. عبد الله القرواشي، إقالة المدربين ظاهرة سلبية ونتائجها بنظري تؤثر على الأندية وتؤثر على الدوري بالشكل العام، يجب المدرب أن يحصل على الفرصة الكافية. زايد بني عرابة، بخصوص إقالة المدربين، أي فريق يخرق في النتائج طبيعي أول الضحايا المدرب، وفي الطريق إقالات مدربين قادمة، هذا المتوقع يا زايد. محفوظ السعدي، بسبب فشل الفكر الكروي لدى الإدارات، لأنها هي من ترسم المخطط الكروي للفريق، وللأسف إداراتنا هين والفكر هين. مكتوم المكتومي، بعد ما كان شعار جمهور العنيد أينما تكون نحن نكون، أصبح الشعار الحالي خلف العنيد أوفى جمهور، موعدنا يتجدد غدا، تحياتي للكباتن. تحياتنا لك يا مكتوم. عمر الشبلي، مجمع البريم لا يزال ينتظر نقل مباريات النهضة، والقنوات ترفض نقلها، وهذه المباراة الثانية التي لا تنقل لصالح العنيد، هل من حلول؟ إن شاء الله تعالى في الجولة القادمة راح تنقل المباراة، أكيد بعد القادمة، على اعتبارنا المباراة القادمة راح تكون إن شاء الله تعالى في مسقط، وبتنقل بالتأكيد اللي راح تكون بالتحديد قبل كأس الخليج المرحلة السابعة، راح تكون أو السادسة أو السابعة بالتحديد. هيثم، الشباب مع صحار، الشباب يعني يزحف بهدوء ب7 نقاط، يعني أول 3 مباريات دون أن يخسر، لكنه في الجولة الماضية تعثر أمام النصر بهدفي المتألق كوفي. خالد، طبعا كل فريق يغير
في يعني يقيل او يستقيل المدرب يغير في الجهاز الفني تكون هناك ردة فعل. انا اتحدث هنا عن فريق تغير به مدرب اللي هو نادي صحار، يعني اقاله المدرب عدنان، فبالتالي مباراة يوم غد اكيد ستكون هناك ردة فعل. اذا ما حقق الفريق نتيجة ايجابية وان كان خارج ملعبه، يعني هذا ما يعني انه بدأ شغل المدرب القادم. لا، احنا مثل ما ذكرنا نشوف الامثله كثيره، يعني ربما ابسط مثال انه هو نادي السيب عندما صار تغيير في الجهاز الفني خطف النقطه الوحيده في الدوري، فهي تكون رده فعل من اللاعبين. لكن السؤال هو هنا، هل هو نادي صحار نفس فريق صحار في الموسم الماضي؟ كنا تحدثنا انه فريق مغاير باسلوبه، مغاير بنتائجه، الفريق حقيقة مو مثل الموسم الماضي، وإحنا أكبر مثال شاهدناه حتى على ملعبه وعلى وأمام جماهيره، يعني ما مقنع مثل ما كان في الموسم الماضي. أنت قراءتك لمباراة الغد، المواجهة كيف تراها؟ مباراة مثل ما ذكرت لك، يعني فريق الآن جاي بمدرب مدرب الوطني بدل المدرب المحترف الأجنبي، فبالتالي ستكون هناك ردة فعل دائما احنا نشاهدها مع الفريق، اما تكون ايجابية وهذا دائما ما نشاهده، وربما تكون سلبية. يعني ايش تتوقع؟ لكن انت توقعك شو؟ بدوري عمان تشيلسي تتوقع؟ لا لا لا، انت وقف بكرة، دائما هي ردات فعل تصير. لا لا بس بكره انت تقول اما ايجابيه وسلبيه، انت موقف موجود مع اصحاب سلبيه ما يحتاج بعد، بس اسمح لي نتائج سلبيه انا ما توقع. لا مباراه بكره، لا مباراه بكره مع تغيير مدرب، اقول لك حتى لو مثلا نتيجه سلبيه ترى الفريق خسران مباراتين متعادل مباراتين. لا لا، هو يتكلم صالح، هو يتكلم عندما يتم تغيير المدرب يصير هناك ايش يتوقع الان؟ الحدث المفروض تكون ايجابيه، يعني اقول لك سلبيه موجود ترى سلبيه، هو يقول لي اما ايجابيه وسلبيه. هو ليش تغير المدرب؟ عشان تغير شيء في الفريق. طيب بعد تغيير المدرب، نعم بعد تغيير المدرب، يعني بكره صحار ايش تتوقع؟ انا اخطبوط اتوقع لك؟ لا ما اخطبوش يا اخي، انت يا اخي ايش اسمه؟ ما اتوقع، بس اقول لك انه صقر، اقول لك انه في رده فعل. طيب ايش هذه رده الفعل؟ هل ستكون ايجابيه؟ طيب ربما. انت وجهه نظرك ايش؟ لانه الاداره عندما غيرت المدرب السابق اكيد في نتائج سلبيه، فريق ما قاعد يقنع، مو مثل الموسم اي اربع مباريات بهزيمتين وتعادلين. نادي الشباب ايضا في الجوله الماضيه خسر، خسر. لا مو انت شو تقول؟ خسر في الجوله الماضيه. توقعوا هذه ما اتوقع، ما تتوقع بعد ايش تريد؟ انا اريد تقول لي يا ابو صديقي، يا صديقي المساله واضحه. بقول لك لا لحظه طلع، انت قلت عاده لما يكون في تغيير مدرب يا تكون في رده فعل ايجابيه او سلبيه، انت شو تتوقع بخبرتك؟ أي المباراة خارج ملعبهم أسحار مو أتوقع، المفروض أنه يكون هناك صورة مغايرة، اللاعب يطلع يعني ردة فعل إيجابية، يعني يفترض. لكن مع ظروف مباراة أنه نادي الشباب يأتي من خسارة في الجولة الماضية، المباراة مو بأسحار، دائما احنا نعرف أنه الفريق يعني من خلال الموسم الماضي، لكن هذا الموسم ما يعني حتى المباراة الأخيرة الفريق مع نادي صور كانت المباراة لا خسر مع النصر، لا آخر مباراة الشباب تعادل واحد واحد. فبالتالي يعني كان فايز متقدم، كان فايز 80 الفزاري سجل، مو عمر الفزاري 47. شنو رأيك باللفظ القبيلة، صحيح ولا لا؟ لا لفظ الفزاري صحيح، شكرا جزيلا. طيب عموما مباراتي انا اشوفها انه يعني متكافئه بين الفريقين. طيب على اساس الوقت نتحول للحديث عن اللقاء الثالث اللي راح يستضيفه طبعا مجمع البريمي، ان هذا صاحب المركز الثالث بسبع نقاط والمنتشي بفوزه على العروبه في الجوله الماضيه، يواجه بوشر اللي تعثر اكيد في الجوله الماضيه بخسارته امام نادي السويق. بوشر في المركز الحادي عشر باربع نقاط صالح، وهلال، هلال نبدا معك، كيف ترى مواجهه الاخضر والاصفر غدا؟ انا اشوف النهضه بعد فوزه خارج ارضه، فوز الاخير على العروبه وكان ناقص العدد، اكد النهضه مهما كانت المسبه، اكد النهضه يعني انت تلعب في ظرف غير بعيد عن امكانياتك خارج ملعبك، وانت ناقص لاعب وتقدر تعدل النتيجه وتفوز في المباراه، هذا يؤكد انه الفريق يملك الشيء الكثير وعنده رغبه الفوز والدخول في المنافسه. بالنسبه لبوشر يعني انا اتوقع انه بكره مواجهه صعبه بتكون البوشر، استبشرنا خير ببوشر وبالنتائج والمستوى الكبير اللي قدمه في الجولات اول بدايه الدوري، ولكن فيما بعد حصل
عنده نوعا خاصة الهزيمة من المصنعة، يعني كانت هزيمة قاسية يعني من المصنعة أربعة واحد فحصل عنده انخفاض. بكرة هل يقدر إني أعدل يعني بعد ما انهزم من السويق 1-0؟ نعم انهزم من السويق، والسويق أول فوز اللي كان في الدوري، فكان حصل عنده الدروب. المشكلة يعني فهذا التوقيت ما المفروض يكون انت عندك دروب، يعني اول اربع مباريات توصل عندك دروب هذا الشكل، انت تهزم صاحب المدقق بالنجوم والفريق وقدمت مستوى جدا كبير كمستوى يعني، والكل اشاد فيك، ولكن تجيب مع الاحترام للفرق الاخرى، ولكن هزمت بصراحه هزايم جدا كبيره. بكره المباراه يعني بين النهضه انا اشوف افضليه للنهضة إلا إذا كانت هناك في معالجة بالنسبة لبوشر. المباراة اختبار صعب لبوشر، وإن أرادوا إنهم يرجعوا بالفريق إلى 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 المنافسة أو الفريق لوضع الطبيعي عليهم تجاوز النهضة، إنما النهضة فريق مستقر برغم الإصابات. إذا كان عارف الشيب مثل ما ذكر أخوي أبو عبد الله إن في كامل الجاهزية، أنا أتوقع بيعمل الشيء الكثير. عامل عنده يعني عارف عنده الروح دائما القتالية ودائما حاضر. صحيح إنه محمد وعصام لهم ثقل، ولكن عارف ما يغل عن الاثنين. نعم صالح، كيف ترى المواجهة؟ النهضة العنيد وأعند دائما يكون في ملعبه، وبوشر ربما بحاجة إلى الروح التي ظهرت بالتحديد في لقائه أمام صحم، ومواجهة كبيرة بكرة أكيد بين محسن درويش وثائر عدنان. أول شيء خليني قبل أشكر الإخوان في جروبات الدوري العماني المحترفين، مخدمين يعني مبادرة من عندهم نعم لتقديم تواصلوا عندي في جائزة أفضل لاعب، لا يعني أحد أفضل خيارات، أفضل خيارات أحد الخيارات، وبالتالي أعتقد لما مجموعة من الشباب يقدمون لك يبادروا بهذا الشيء، يبادروا وجائزة يعني مش يعني شيء بسيط، أنا يعني مبلغ 50 ريال أعتقد شيء جيد. نعم. ف يعني خلينا نقول نقدم لهم كلمة شكر، ونتمنى من 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 يعني الشركات، نتمنى من من الرابطة تقديم هدايا للمميزين على أقل تقدير في كل في كل جولة. طبعا أعتقد هذا شيء محفز للاعبين، ونتمنى ونشكر طبعا الاخوان في جروبات الدوري العماني المحترفين. نذهب الى النهضه وبوشر، مباراه طبعا كل فريق محتاج للثلاث نقاط الكامله، تعادل من وجهه نظري الشخصيه خاسر للطرفين، لان التعادل سيؤخر النهضه عن الانطلاق اللي بداها. طبعا خلينا نقول استعادها مجمع صور على حساب العروبه بعد كان متاخر بهدف، ورغم الظروف اللي عاناها. في المقابل بوشر بعد البداية الإيجابية تعادل 2-2 مع هذا من ضمن البداية الإيجابية. نعم هذا التعادل كان طبعا هذا الفوز على صاحب تعادل 2-2 مع الشباب، وكان متقدم حتى الوقت بدل الضايع، وبعدين خسر نقطتين، لكن عاد على حساب صاحب وقدم مستوى متميز جدا وكسب المباراة. بعد ذلك تراجع فريق بوشر خسر 4-1 مع المصنع، وبالتالي واصل خسائره أمام السويق 0-1 في مجمع سلطان قابوس الرياضي. وبوشر 6 نقاط فقده الفريق في التوقيت اللي يفترض أن يكون الفريق في تصاعد، صحيح، لكنه فقد 6 نقاط ثمينة جدا. إيش اللي صار؟ الكل تفائل وتوقع أن الفريق يكون هو الحصان الأسود لبطولة الدوري. شوف خلينا نقول لكن تعثر هذا الحصان. شوف الحصان تعثر بأمانة، لأن الأداء اللي شاهدته للفريق في مباراة سابقتين أعتقد لم يقدم نصفه، خلينا نقول نصفه في مباراة مصر تحديدا، وربما كان ممكن يستعيد بعض من ثقته بنفسه مباراة السويق لولا طبعا الهدف اللي سجله اللاعب احمد الخروصي مهاجم السويق، طبعا كاول هدف للسويق وثلاث نقاط ثمين للسويق. شوف مباراة الغد خلينا نقول هزيمه السويق نعطيها مبررات نوعا ما، غياب محمد الذيب كحارس المرمى الاساسي بالاضافه الى غياب رضا مغني القلب الدفاع. في لقاء الغد سيعود محمد الذيب، سيعود رضا مغني، وبالتالي ربما تعيد الثقة للاعبي نادي بوشر من خلال مواجهته من فريق كبير له فريق النهضة. في المقابل النهضة الغيابات اللي ذكرتها قبل شوي، محمد الشيب، عصام فايل، بدر العلوي للإصابة، لكن يعود أنور الهنائي أيضا، أنور الهنائي لكن يعود طبعا بطاقة حمراء أنور الهنائي في مباراته أمام العروبة، لكن يعود عارف الشيب، وكلنا نعرف إمكانيات عارف الشيب متى ما تواجد في قلب الدفاع والثقة اللي يقدمها للاعبي. مش فنيا فقط، حتى نفسيا نفسيا طبعا اللي عارف شيء، احنا عرفنا لاعب قتالي، لاعب كل شيء يسوي في الملعب، لاعب ممكن يحسم لك مباراة من اي طلعة مع كرة ثابتة في المناطق الامامية، ممكن يسجل لك هدف. عموما 3 نقاط بمثابة 6 نقاط بالنسبة للنهضة، على اعتبار انه سيدفع بنفسه جنب الى جنب الى جانب فنجا، ربما يتعدى فنجا في حالة تعثر فنجا، ربما سيتعدى ظفار في حالة تعثر ظفار أمام صور. طبعا صور وظفار مش مباراة بالسهلة في مجمع صور، لذلك النهضة سيعمل جاهدا في أن يقتنص النقاط 3، وبالتالي يواصل عمله الإيجابي حتى الآن.
لانه بصراحه رغم الظروف اللي مر به فريق النهضه لا زال فريق النهضه عنيد مثل ما ذكرت ابو تركي ودائما وابدا يستمر حتى النهايه. اعتقد من المحفزات الايجابيه بالنسبه لنادي النهضه وجود جماهيره، يعني المباراه بتقام في مجمع البوبريمي عكس المباريات اللي بتقام في مجمع عبري، عكس المباريات اللي بتقام في مجمع صحار، وبالتالي الجماهير الان جالسه تردد شعار جديد. نعم. اعتقد المباراه ما منقوله يعني راح تزيد الجماهير. نعم اعتقد هذا شيء محفز بالنسبه للاعبين، عوده منصور نائم لمستواه، عوده مهند الحسني، الاسماء اللي كانت مؤثره الان تعود وتقود مواصله النهضة. تألق الشلهوب يعني الشلهوب وسالم الشمسي خلينا تكون بصريح العباره لاعب متميز جدا، يعني لاعب مع مرور الوقت لا زال يكتسب الخبره لا زال يسجل اهداف، بالاضافه الى محسن درويش. اعتقد محسن درويش الاب الروحي للفريق دائما وابدا، لما عرفنا انجازات نادي النهضه تحديدا عرفناها بدات معه مع محسن درويش. نعم. بدايه من اول ظهور للفريق في دوري عمان تل المحترفين في مسماه القديم بعد 2003 واصل الفريق عطاءاته وحقق في بدايته المركز السابع وبعد المركز الثالث واستمر في نتائج تصاعديه مع محسن درويش. مباراه خلينا نقول هي بالنسبه من وجهه نظر الشخصيه هي اختبار صعب جدا لثائر عدنان، واقول ثائر عدنان تحديدا لان الوضع بالنسبه لي نوعا ما مقلق، لان اذا خسر المباراه الثالثه لابد من ردة فعل بالنسبة لنادي الصاعد وبالنسبة لنادي طامح. فبالتالي هي مباراة صعبة جدا لثائر عدنان. في المقابل لا يجب نادي النهضة أن يتعامل مع نادي بوشر على اعتبار النادي الصاعد أو اعتبار النادي اللي تلقى خسارة متتاليتين وبالتالي ربما يتجاوز بشيء من السهولة. ففي المقابل من وجهة نظر الشخصية أبو تركي المباراة يعني تذهب لمصلحة النهضة بنسبة أكبر عن نادي بوشر على اعتبارات كثيره اهمها طبعا تواجده في مجمع البريمي. نعم. بالاضافه الى عوده عارف شيب. نعم غيابات موجوده لكن المحفزات ايش؟ محفز كبير بالنسبه لنادي النهضه راجع من مجمع صور متجاوز احد اعتى الفرق اللي هو العروبه، في المقابل المرحله اللي مر بها نادي بوشر في الفتره الاخيره غير ايجابيه في ظل غياب كذلك خليفه عائل اللي ما جاهز، وطبعا هاني خليفه كذلك مصاب، وبالتالي اعتقد سيفتقد عنصر رئيسي في وسط الملعب. نعم. عموما نتائج النهضه تعادل مع المصنعه 2-2، كسب السويق 5-0، خسر من فنجه 2-1 قبل ان يكسب العروبه 2-1 في المركز الثالث حاليا بسبع نقاط، سجل 10 اهداف كاقوى خط هجوم، لكن في المقابل شباكه اهتزت في 5 مناسبات وهو رقم كبير في 4 مباريات. بالنسبه لبوشر بدا المشوار بتعادل مع الشباب 2-2، حقق مفاجاه في الدور في الجوله الثانيه، كسب المصنعه 1-0 قبل ان يتعثر في مناسبتين الاولى امام المصنعه 4-1 ومع جار كسب صحم مع كسب صحم 1-0 او بعد ذلك مع المصنعه خسر 4-1 ومع جار المصنعه السويق خسر 1-0. الفريق سجل 4 وعليه 6 اهداف، مركز 11 نقاطه 4. نتحول للحديث عن لقاء صور وظفار. طبعا صور في المركز السادس هيثم ب7 نقاط وظفار في المركز الثاني ب8 نقاط، والمجمع الرياضي بولايه صور سيكون شاهد على لقاء الازرق والاحمر. كيف تقرا المواجهه؟ بس قبل هذا بالنسبه للمدرب بوشر يعني ثار عدنان كابتن ثار، يعني بكره مباراه صعبه مو سهله، يعني حد قال سهله؟ لا يعني اقصد انه اداره الفريق يعني حتى خلينا نفترض انه بوشر يخسر، يعني متوقع انه يخسر انه مباراه يلعبها بالبريمي امام فريق مثل النهضه الان نتائجه متصاعده. فيعني المفروض انه الاداره يعني اذا كان ربما يكون لها رده فعل او شيء، مدرب حقق نتائج كثيره في صعد بالفريق، ليش تستبق الاحداث يعني عندك خبر معين لا مثلا؟ لا ما عندي اي خبر. لا انا اتكلم انه لا تلمح لشيء. لا بالعكس لا ألمح ولا شيء. بس كيف تقول لو خسر الفريق الإدارة يمكن عندها ردة فعل؟ إنه مباراة صعبة يعني على فريق بوشر صعبة. لا لك تلميح ما فهمت كلامك. احنا فهمنا تلميح صراحة. الآن صالح ذكر قول رد على صالح قول كذي. لا وضح قول قول ايوه قول مو يعني ليش تردني وتدور مني صالح تقول انه ربما تكون ردة فعل. ايوه انا سألتك عن مباراة غير وجيت انت ما يخالف مو هذا الكلام. هو بوشر ويا ما يلعب يلعب مع فريق قوي ما حد قال غير هالكلام. فريق وخارج ملعبه وفريق هو صاعد يعني من ايه بس بوشر انت الى دوري المحترفين يعني شو تريد بوشر ياخذ لا ليش لا بس انت هزمت بذول الامكانيات اللي عنده كنت ماشي جيد يعني ايش اللي حصل بذول الامكانيات اللي عنده اخي يعني انت فريق بوشر يعني انت الامكانيات امكانياته مثل نادي العروبه ومثل نادي فنجه لا بس امكانياته وامكانيات صعبه. طيب هيثم يعني احنا نفهم من كلامك حسب مقدرتنا طبعا في الفهم انك لحظه تفضل بأن لو خسر بوشر ستتم إقالة المدرب كذا. ما أنا ردة فعل على صالح اللي تحدث بس إيش قلت صالح إيش قال؟ لا قال ربما تتم
الغاوي يعني هناك ردة فعل من الإدارة. أيوة طبعا قلت ولا لا قلت شو خلاص أنا الآن دا أجاوب على هذا الموضوع. دا أقول يفترض أنه الإدارة يعني على ضوء ما حقق ثائر عدنان مع الفريق في قبل أن يتأهل إلى دوري المحترفين يعني لا. المفروض أنه الإدارة إذا كان يعد بس إذا كان عنده هذا التوجه لأنه هي مباراة إحنا ما نعرف طيب. ما أعرف لا بس على أساس الوقت ما عنده ما أعرف لا مباراة مو سهلة مباراة صعبة لا بس في نقطة لا بده يلعب مع مباراة صعبة بشكل سريع بده يلعب مع فريق سهل ما حد قال معنا مباراة بنتكلم عنها لو سمحت تفضل في نقطة الآن أبو صقر قاعد يوجه كلام لإدارة نادي بوشر أيوة في نادي بوشر ما حد صرح من إدارة نادي بوشر والله إننا مدربون هو كل استنتج هو لا أنا مو استنتج الكلام بناء على صالح على كلام صالح إنه تقول ربما تقول أنا أعقب على كلام الأخ صالح على اعتبار إنه هو تكلم على أساس إنه أعطى إيحاء وأعطى الآن إنه في حالة هزيمة بكرة بوشر يمكن نادي بوشر راح يستغنى عن المدرب فانت كنت تعقب على احنا كلنا هيثم لو سمحت انت انا سالتك عن صور ظفار ورحت دخلتنا في موضوع لا ما انا طيب صور ظفار احنا نتحدث يعني انا ذا الان اتكلم نعم. بموضوع بس ما معنى وقت صالح او لا 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 بس ما معنى وقت 10 دقائق ومعنا تويتر اوكي 10 دقائق الان المباراه صور ظفار مباراه نادي ظفار الان هو الفريق بدون خساره يعني مثل نادي فنجة الفريق ده يقدم مستويات جيده تعادل وهو منقوص بالدقيقة 16 عندما طرد عامر الشاطري مع فنجة في الجولة يعني الأخيرة بالنسبة لنادي ظفار دقيقة 16 عادل. والله 60 أنا لا أعرف مسجلة دقيقة 16 يجوز لا ما 16 يعني في وقت مبكر أنا مسجلة يجوز أنا ما أعرف عموما فالفريق يعني الفريق لعب بمنقوص لاعب أمام فريق مثل فنجة فريق الآن بالصدارة تعادل بهدفين مقابل هدفين مباراة صور صعبة لأنه صور حتى خسر أمام النصر على ملعبه زين ومن ثم نادي صور يأتي من تعادل مع أصحار في الجولة الماضية صور شاهدناه في الجولة الماضية حتى مع انضمام وعودة لاعبي المنتخب الأوروبي صحيح ما ظهروا بالمستوى اللي احنا نعرفه عنهم كلاعبين قدموا مستوى جيد في الموسم الماضي يعني أقصد أنا أحمد السيابي وأقصد أيضا سعود الفارسي سعود خميس بالإضافة إلى اللاعبين لكن المشكلة أنه أيضا نادي صور يعني من خلال متابعتي إلى يعني يضيع فرص كثيرة يعني في المباراة الأخيرة كان أكثر من فرصة خصوصا اللاعب الشاب محمد مبارك نعم هذه المباراة الأخيرة لقطت نعم فبالتالي مباراة يوم غد ليست سهلة إطلاقا حتى وإن كانت على ملعبه مباراة صعبة جدا إذا نستذكر في مباريات الجولة الموسم الماضي فصور خسر مع ظفار بهدف وتعادل بهدفين يعني مباريات يعني كانت النتائج متقاربة بينهم فبالتالي هي مباراة يعني متكافئة مع إنه نادي ظفار الآن عنده فرصة إنه يتصدر الدوري إذا تعثر نادي فنجة وهو يلعب مع فريق أيضا كبير نادي العروبة بالنجومة الآن مثل ما يعني ذكرت قبل قليل أنه دائما ما تكون ردات فعل ربما إيجابية أو لا بتغيير الأجهزة الفنية فبالتالي المباراة مهمة جدا أكثر أهمية لنادي ظفار لأنه بإمكانه أن يتربع على صدارة الدوري نادي ظفار أما نجي على الفوارق بيناتهم فالفارق هو يعني جدا بسيط لأنه صور عنده 7 نقاط وظفار هو 8 يعني فارق نقطة واحدة فقط نقطة بينهم فيعني حنستمتع بمباراة جيدة بين الفريقين أكيد نتمنى هذا الشيء ودائما طلال عودون الفريقين على مستوى رائع عندما نتحدث عن مباراة ظفار وصور أيا كان تقام سواء مسابقة كاس حضرة صاحب الجلالة أو في الدوري العام تأخذ دائما تأخذ الانطباع المباراة بين فريقين يعني منقول دائما هي في المصطلح الإعلامي مثل ما يقول الأخ صالح مثل ما يقولوا الإعلاميين الزمن الجميل يعني ناديين سجلوا اسمهم بقوة في المسابقة في كثير المسابقات ودائما المباراة بينهم برغم كل الظروف لكن تجد المباراة يعني تخرج بانطباع كثير يعني جيد عندما نتكلم عن الحالة الآن اللي يمر فيها الناديين يعني نادي ظفار الآن في المركز الثاني خلف نادي فنجة سجل يعني بثمان نقاط سجل 7 أهداف لكن هذا الموسم يعني من خلال 4 مباريات نادي ظفار دخل في مرمى 5 أهداف
يعني برغم انه سجل 7 لكن في نتكلم عن ظفار العام الماضي كان اقل فريق تسجل في مرمى يعني اقوى خط دفاع، لكن الان في الجوله الرابعه وفي مرمى 5 يعني زياده كل مباراه بهدف هدف وربع تقريبا. نتكلم عن الاهداف اللي سجلها نادي ظفار 7. نبيل عاشور سجل 2، فرناندو يعني دفاعات سجلوا قلبية دفاع، بالإضافة إلى علي سالم سجل، وإيغور المهاجم اللي سجل هدف وهان الضابط سجل هدف. وبالتالي يعني نسبة الأهداف الآن اللي سجلها نادي ظفار 7 تذهب للدفاعات. هذا قد يكون طريق لأنه من الكرات الثابتة إلى دور يعني مميز جدا في الكرات الثابتة سواء كان الركنية أو حتى الضربات الفاول. نادي ظفار السنة اعتمد على مجموعة من العناصر الجيدة بالفريق وياس يقدم مستوى كثير جيد يعني، بالإضافة أنه نتكلم عن خبرة نبيل عاشور، هان الضابط عنده مشاركته في بعض الأوقات في بعض المباريات. نتكلم عن يعني عودة حسين الحضري للفريق بمستوى كثير جيد، انتدابهم لسامي مبارك من نادي صلالة أضاف للفريق يونس المشيفري، يعني يونس المشيفري كان موقوف، ذكرتنا بكره سامي وعامر الشاطري ترى موقوف. نتكلم عن نبيل، نتكلم عن يونس المشيفري، نتكلم عن محمد ربيع، نتكلم عن علي سالم. حقيقة علي سالم ياسي قدم مستوى كثير جيد، حمود السعدي يعني من الحضري، حسين يعني حسين الحضري قدم يعني، لكن ما ادري المباراه الماضيه مع المنتخب كان مصاب، نتمنى ان شاء الله انه كره مشاركته. علي سالم ربما الابرز حتى الان. نادي صور حقيقه فريق طموح دائما بعناصر شابه متميزه، عندما نتكلم عن نادي صور دائما بعناصر شابه متميزه يسجل لك ارقام جيده. 5 اهداف صور سجل في هذا حتى الان من 4 مباريات، سامي الحسيني هو يسجل 3 اهداف من 5، أسعد هديب سجل هدف، ومحمد مبارك سجل هدف صور في مرمى الخبورة. وبالتالي نادي صور بعناصره الشابة الطموحة لديهم دائما يصنعون لك الفارق، برغم انهم يعني تعرف تنقصهم بعض الخبرة، لكن عندهم غيابات مؤثرة بصراحة. من بكرة الجامعي يعني احد ابرز اللاعبين، جمع الجامعي بصراحة لاعب جيد، عندهم اسعد هديب كذلك يكون غايبين، بس عندهم مانع اسعد هديب وحمد الداودي، فيصل حتروشي اللي بيروح يكمل دراسة برا نفس الشيء بعد، محمد خميس الداودي بعد يعني، بس هم تعاقدوا مع لاعبين تياجو البرازيلي يكون جاهز، وبلال عبد الدين طبعا لاعب المباراة الماضية. فدائما يعني مباراة طرف الظفار وصور تخرج بإثارة كثير جيدة. يعني تعرفني كلهم أغلبية الآن الفريقين، خاصة احنا نتكلم عن نادي صور، فريق شاب، فريق متجدد، فريق يملك عناصر شابة صغيرة يعني أصغر، قد يكون أصغر سنا من الفرق هو نادي صور، دائما يعتمدوا على الشباب أصحاب المواهب ويعتمد عليهم سواء كان أبناء النادي أو حتى أبناء الجنوب الشرقية أو حتى من الأندية القريبة منها، عندما استعانوا بخدمات الكابتن سامي الحسين الآن عمل إضافة جيدة يعني بصراحة من جعلان في النادي وحتى وصل إلى المنتخب مستوى كثير جيد. صحيح. فنتمنى إن شاء الله نشاهد مباراة بكرة كثير جيدة. نادي ظفار يعني العام الماضي استفاد من يعني جلب بعض اللاعبين، تخلى عن تعرف كثافة مجموعة من اللاعبين، لكن اللاعبين المعروفين واللي سجلوا أسماءهم في كرة القدم سواء العمانية وغيرها، لكن السنة انتقى مجموعة من الشباب واعتمد على قاعدة الشباب الموجودين برغبة والحماس. بكرة نتطلع أن نشاهد مباراة كثير جيدة مع فارق نقطة مثل ما قال الهيثم، فارق نقطة على اعتبار واقعهم، ظفار في المركز الثاني وصور في المركز السادس ب7 نقاط. نتمنى ان شاء الله نشاهد هيثم. عموما بالفعل الطرد كان في الدقيقه 17 يعني نفس ما ذكرت هيثم، فقط للتعديل. كان ممكن نشوف مع بعض التغريدات على اعتبار انه وقت البرنامج يعني شارف على الانتهاء. أحمد يوسف: إذا صحار لم يفوز على الشباب فلن يحضر أي أحد لمتابعتهم حتى في مباراة الديربي مع الصحم، لن نحضر. ما يرضيك هذا الكلام يا أحمد. عبد الله الشبلي: باكر إن شاء الله بنكون في مدرجات السيب لعيون الأخضر. رايد العلوي: بالتوفيق للأخضر الصحراوي إن شاء الله بداية الانطلاق من مباراة الغد وعودة التماسيح، وإن شاء الله أول فوز بقيادة إبراهيم إسماعيل. صحار ياخذ نقاط المباراة. محمد المنذر الشبلي: تحياتي للكابتن، وان شاء الله اليوم الفوز للتماسيح مع الجهاز الفني الجديد، ونتمنى ان تتغير الصورة عن الجولات الماضية.
جمال ربيعي مع الصحاري في كل الأحوال فوز خسارة راح يظل القلب ينبض بحب اللون الأخضر، وإن شاء الله النقاط الثلاث من نصيب الأخضر. منير البلوشي صحن بيتغير 180 درجة مع الكابتن يعقوب إسماعيل. صلاح العوضي راح يعود صحار للدوري من بوابة الشباب، أمنية وجهة نظر. حلو هذا التفاعل أكيد من جماهير صحار واستمرار مساندتهم أكيد لفريقهم. أما مسألة لو ما فاز الفريق ما بيحضروا مباراة الديربي، أعتقد هذا الكلام غير يعني صحيح، على اعتبار أن جماهير صحار ستتواجد أكيد في لقاء الديربي الجميل، لأن احنا نريد نحدد جمهور من سيتواجد أكثر، هل جمهور الأزرق أو جمهور الأخضر، والميدان يحميدان مثل ما يقولوا دائما. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم. هلال البخيني وصالح البارحي شكرا لكم، طلال عمري وهيثم خليل لكم جزيل الشكر. نذكر بشكل سريع بمباريات الغد، فنجة مع العروبة، الشباب مع صحار، النهضة مع بوشر، وصور مع ظفار، ثلاث مباريات عبر قناة عمان رياضي مباراتين، ومباراة إن شاء الله تعالى عبر قناة عمان مباشر. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في يوم الغد في نفس التوقيت تمام 11 مساء، مني ومن طاقم عمل البرنامج ومن مخرجنا سعيد المالكي ومعد البرنامج أيضا سامح الدهشان، لكم أجمل وأرق تحية، إلى اللقاء.